سعود ديال الليل وانتم دائما بالاستماع الراديو اصوات مستمعينا ومستمعاتنا. مساء النور، مرحبا بكم معنا مجددا فقره جديده ان شاء الله لجمع بيناتنا لمده 3 سوايع من خلال برنامجكم معك رشيد من دابا حتى لمنتصف الليل برفقتكم رشيد الادريسي. بعد ما استمتعنا وتمتعنا جميع بحلقه جديده من برنامجكم كذلك بغيت نبدل حياتي رفقه سعديه الصرغيني وقدس جندل نمشيو بطريقه الحال ونبداو معكم البرنامج كيف ما كنقولوا دائما من بعد احسن كلمه وهي كلمه بسم الله. معاك رشيد على أصوات. السلام عليكم، مساء النور ومرحبا بكم معنا على راديو أصوات بطريقة مباشرة برفقتكم رشيد الإدريسي من خلال برنامجكم معك رشيد كيف ديما عبر 0522 77 24 24. البرنامج اللي كتسناوه الجميع باش بطبيعة الحال تقاسموا معاه همومكم وتحكيوا ليه حكاياتكم وقصصكم، شنو اللي كتعيشوا مع بعضكم ومع الآخرين بطبيعة الحال بطريقة مباشرة ودائما عبر نفس الرقم نعاود نذكركم به اللي هو 0522 77 24 24. بغيو نستمعوا لكم، نستمعوا لتجاربكم، شنو اللي كتعيشوا مع بعضكم، وهادشي كامل بطبيعة الحال باش تعمل فائدة. أي واحد فينا كيستمع البرنامج إلا وأنه كيستافد وإلا وأنه كيقول هادشي اللي وقع على السيد أو لو وقع على السيدة خصني ولا بد نتجنبه أنا مستقبلا من النقع مثلا في نفس المشكل، وهذه هي أحسن حاجة يمكننا نتقاسموها مع بعضنا ونكونوا دائما فخورين بعضنا ونكونوا دائما بطبيعة الحال نشجعوا بعضنا ونعاونوا بعضنا. كنت تكلمت عليها في إحدى الحلقات، ما عندناش ثقافة الاعتراف، ما عندناش ثقافة أن واحد السيد مثلا دار واحد الحاجة نقولوا هذه مزيانة أو نقولوا هذه خايبة، ولكن من نقول خايبة نقولها باحترام كذلك، لأنه من كتقول أنها دايرة خايبة وتبدأ تسب وتعاير ففقط أنت كتبقى كتعبر على شي حوايج اللي ماشي هي هذيك شي حوايج اللي ماشي هي هذيك. فنكونوا أوفياء ونكونوا قد كلمتنا ونكونوا دائما واعيين انه واحد الحاجه انا كتعجبني راه كتعجبني، واحد الحاجه ما كتعجبنيش غادي نقول انها ما كتعجبنيش، وغادي نقول نبينا عليه السلام فضينا يعني ما فيهاش علاش نبقاو نتقاتلوا ولا الحاجة عجباني عجباني ما عجبانيش ما عجبانيش. كاين طريقة في الحياة ديال كل واحد، حتى واحد فينا يمكن ليه يلزم على الآخر شي حاجة اللي ما كاينش. دونك عجبك واحد الحاجة راه عجبك، ما عجبكش ما عجبكش، كنحتارم الاختيار ديالك كيف ما انت بطبيعة الحال خصك تحتارم الاختيار ديالي، وهكا دايرة الدنيا وهذه هي اللي كتسمى الاختلاف وما خصناش نديرو منه خلاف. تكلمنا عليها ولا عقلت على احدى الحلقات دائما برنامجكم معك رشيد، ما عليناش هادشي كله غادي نتكلموا فيه بطبيعه الحال من بعد من خلال تجاربكم شنو اللي كتعيشوا انتم. وانا اتصلوا بنا 0522 77 24 24. كبروا لي جميع الخطوط كاملها مشغوله من دابا شويه بطبيعه الحال بعد ما نستمعوا معكم الجوج ديال الاغاني غادي نمشيو ناخذوا معنا اول قصه بطريقه مباشره. الاغنيه الاولانيه اللي غادي نتقاسم معكم كتعرفوا انه دائما ملي كتخرج شي حاجه جديده بطبيعه الحال وكتكون يا اما عجباني يا اما عجب المستمعين، المهم كنتقاسموها مع بعضنا. اللي خارج جديد في هذا الاخر هذا واللي خرج نهار الا ما خفتش نكذب نهار السبت نهار الجمعه نهار الجمعه جمع لا السبت نهار السبت نهار جوج مي نهار جوج مي اخر تيتخ ديال واخر اغنيه ديال سعد المجرد نايض عليها الضجه، كاين اللي عجبه كاين اللي ما عجبهش، كاين اللي عجبوه الكلمات كاين اللي ما عجبوش، كاين اللي قال لك لا موسيقى فايته تسمعها مشي بلاصاك، المهم كل واحد شنو كيقول، ولكن كاين اجماع على واحد المساله هو انه ما خرجش غير الموسيقى بوحدها او الاغنيه بوحدها، خرج معها كليب، والكليب باغ كونتخ عجب كل شيء تقريبا حتى الناس اللي ما عجبتهمش اللي ما عجبتهمش الاغنيه كيقول لك كليب الكليب زوين والكليب واعر. انا ما نكذبش عليكم انا شدات معايا من النهار الاولاني. فوالا
انا كاين اللي كيقول لك وي خو ما نعرف شنو صاحبو كي داك شي صاحبي وفنان وكنحترمو وعزيز عليا وسالينا اي فوالا وكنشجعو بعضنا دونك بلا ما نبقاو كنكثروا في الهضره نمشيو نستناو معكم المعلم وساعد المجرد واخر مصدر نسمعوا لها ونتمتعوا بها من تقلوا لنا حتى تقل الخراب تاع الحال هادشي كامل على راديو اصوات هذه 9:06 ديال دقائق ساعد المجرد والمعلم المعلم مستمعنا اللحظة للسعد المجرد ولا كيف قلتها في الأول نشوف قد الأدواق بطاية الحل كتختلف حتى شي واحد ما كيلزم على شي واحد شي حاجة حتى شي واحد ما غادي يلزم على شي واحد شي أغنية أو لا شي ريتم أو لا هذا غير هي كاينة حاجة واحدة سي هاد الاختلاف هذا زويون و انا نقول لكم شنو اللي حسيت به في سمعتها حتى انا بالاولانيه حسيت بشي حاجه غريبه ما جاني الديسك ما عرفتش شي حاجه ماشي هذيك شي حاجه جديده الله اعلم او لا الناس كاملهم فاش طاحوا في المقارنه ما بين المعلم وانتي ملي كيدوز واحد اليوتيوب صافي هذاك داز ما بقاوش كنقولوا لا راه ماشي بحال هذاك ويلا واخا بلات ونشدو نديرو بحال انتي وشنو درنا ما درنا والو على الحساب هذا دونك مزيان انه بنادم انا بعدا كنحيي على الشجاعه ديالو لانه مغامره وفوالا الله يصوب ليه وفوالا اللي عجبوه راه عجبوه اللي ما عجبوش راه العالم مجموع مقسوم على كاين اللي كيعجبو الليل كاين اللي كيعجبو النهار كاين اللي كيعجبو الكحل كاين اللي كيعجبو الابيض كاين اللي كيعجبو الاحمر كل واحد شنو اللي كيعجبو حتى في النساء وحتى في الرجال كاين فوالا لا طويل لا قصير لا خصو يكون شعرو كحل لا خصو يكون شعرو زعر لا فوالا دونك في الموسيقى نفس الشيء بحال وفوالا ماشي نديرو اننا نديرو عليها توت ان ديبا مي اون توكا انا اللي كنقول مازال الامور غادي تقلب وثقوا بيا دابا واحد شهرين ثلاث شهور ونهضروا عليها دونك فوالا كان هذا الاخراني ديال سعد المجرد كانت شي حد صاحبو ولا وي صاحبي ومن بعد فنان صاحبي راه ملي كتكون شي حاجه ما عجبانيش عنده راه كنقولها له راه كاين اعمال اخرين اللي كنا تكلمنا عليهم انا وياه وما كانوش عجبوني وهو احترم الراي ديالي وفضينا وسالينا دونك هذا ما كان يلا 9:12 دقيقه بين واحد الاغنيه زين جاي زوينه حتى هذه ديال ثلاثه المعلمين هذو تاهما هذو مجاهدين تاهما الثلاثي هذا غادي نستعملوا لهم من دابا شويه 05 22 77 24 24 ثم دائما بالاستماع الراديو اصوات وبرنامجكم معك رشيد معكم دائما رشيد الادريسي اللي الشرف انني دائما نكون معكم فوالا حاجه واحده اللي بغيت نقول للناس اللي كاينين في لاباج وكيستمعوا للبرنامج نقد مزيان ننتقدوا بعضياتنا مزيان ما تعجبنيش واحد الحاجه بارطاجها رشيد مزيان ولكن نعبر على الاختلاف ديالي ونعبر على انني واحد المساله ما عجبانيش باحترام انه الكلام طايح وهذا انا ديما كنقولها راه اللي قال شي كلمه طايحه ولا هذا راه يمشي بحالته والله يعاونو لانه ما نقبلوش انه يكونوا مستمعات او مستمعين اخرين كيسمعوا لينا ويسمعوا كلام خايب او يسمعوا شي حاجه ماشي هذيك دونك نكونوا واضحين غادي نمشيو نسمع معكم الثلاثي قلنا 1 2 3 سولاي يا رايح ديال رشيد طه معاودة بطريقتهم بطبيعة الحال هما بثلاثة هذا كان عام كونسير اللي كانوا داروه بثلاثة في باريس اللي 1 2 3 سولاي يعني خالد رشيد طه وفوديل فاش كانوا ايامات العز ديالهم وايامات الاوج ديالهم هما زارين جوج تبارك الله عليهم راهم محيحين منهم رشيد طه وكذلك خالد خالد دارت بزاف ديال الاشاعات في هذا الخار لا غادي يحبس لا ما غاديش يدير لا هادي حتى شي واحد فينا صراحه ما عارفش شنو اللي كاين حتى شي واحد ما عنده الخبر اليقين السيد اللي باين هو انه راه خدام وغادي في السهرات ديالو غادي في الحفلات ديالو المهرجانات ديالو وابارامون كيوجد البوم جديد دونك فوالا نتمناو له حتى واحد موفق و دائما نساندو بحال ما بعدنا والفن ما عمرنا ندخلوه في شي حاجه اخرى انا كنقولها لكم الفن ما عمرنا ما خصنا ندخلوه المتاهات اخرى يا سياسيه يا هذا الرياضه كذلك داكشي اللي وقع للرجاء والجمهور ديالها والمسيرين ديالها والرئيس ديالها واللعابه ديالها في الجزائر ما مقبولش وما خصوش يتقبل دونك فوالا نكونوا واحد شويه واعيين اكثر من هذا الشيء كنتكلم بهذه اللغه هذه لانه كنعرف انه عندنا احبابنا جزائريين اللي كيستمعونا كذلك وكيتبعوا البرنامج وكيستمعوا الراديو اصوات ودايوغ راه كنا استقبلنا جوج ديال المكالمات من الجزائر الشقيقه دونك كنعرف انه كاين جزائريين اللي هما كيسمعوا اللي هما متفقين مع هذه الهضره هذه سياسيا
راه عارفين شنو واقع بين البلدين، ولكن ما ندخلوش عاوتاني اي حاجه نجيو ندخلوها. كانت شي حاجه سياسيه مرحبا، ما كاين مشكل، مؤتمر هادي بنادم كيعبر على وجهه النظر ديالو، ولكن كتبقى وجهه نظر سياسيه. لانه شنو اللي كنا كنقولوا حنا شحال هادي، انه هادشي عند السياسيين، ولكن منين غادي يولي هادشي ما بين شعوب ولا فرقه ديال الكره كتضرب واللي السب والشتم هنايا، هنا ما بقاتش، هنا ما بقاتش مساله سياسيه، هنا والله العظيم واش ولات حاجه اخرى، ولا ولات حاجه اخرى ما بغيناش ندخلوا في هذه اللعبه. هذا صريح العبارة، هذا اللعب هذا ما بغيناش ندخلوا فيه، لأنه هذا اللعب ديال الدراري الصغار، وما خصناش نطيحوا في هذا الشيء كامل. ما علينا، يلا نمشيو نسمع معكم ليا الرايح عند تخوا سولاي، دونك خالد فضيل ورشيد طه على أمواج راديو أصوات. سمعنا معكم إذا الأن دو تخوا سولاي ويا الرايح، أغنية ديال رشيد طه، معاودة بطبيعة الحال طريقة الشاب خالد رشيد طه وفضيل على راديو أصوات. سمعنا لها وتمتعنا بها، بعد ما استمعنا كذلك واستمتعنا ب اغنيه ديال سعد المجرد واخر مصدر، اغنيه كتحمل عنوان لمع لم 9:25 دقيقه. برنامجكم معك رشيد طه الحال دائما معكم بطريقه مباشره من دابا حتى لمنتصف الليل. مساله اللي نعاود ناكد عليها مره اخرى ونتكلم عليها مره اخرى، لانه هضرنا عليها واحد النهار قبل ما ناخذ معايا اول مستمعه تكون مدينه اسفي. البرنامج هو برنامج اذاعي، ماشي واحد سيد الله اعلم واش عنده عياده او واش عنده بيرو ديالو وحل الميكرو وكيدوز عبر الاثير. لا، برنامج اذاعي، يعني اي حاجه كتوقع بيني وبينكم كمستمعات وكمستمعين كتوقع اذاعيا عبر 05 22 77 24 24. فبلا بنادم ما يجي لهنايا للراديو الا كانوا ناس اخرين في اذاعات اخرين كيوهموكم بحوايج اخرين، هذاك شغلهم هذاك. احنا ما غادي نوهموا شي، ما نوهموا حتى شي واحد بشي حاجه، وما غادي نكذبوا على حتى شي واحد. كنهضروا بصراحه، كنتكلموا معكم، المحتوى ديال البرنامج باين، كنتكلموا معكم في تجاربكم الانسانيه شنو اللي كنعيشوا مع بعضنا. وفقط انا منين كنهضر او منين كنتكلم كنبغي فقط نزعزع بنادم، لانه شحال من واحد كيكون غير حاط يديه على خده وكيقول ما عرفت منين نبدا. كتوريه طريقه من الطرق، نقدر انا نعطيه طريقه، يقدر واحد اخر يعطيه طريقه اخرى، ولكن كيبقى ليه هو الاختيار كيفاش نوض انا بوحدي. اتصلت ببرنامج اذاعي، تكلم معايا المنشط او المقدم او المكلف او تسمى كما بغيت تسميوه، اعطاني نصيحه لله، تكلم معايا وراني منين ندوز. انا ديك الساعه كيبقى لي الاختيار، نشد هذيك الطريقه غادي نشدها، ما غاديش نشدها نشد طريق اخرى. ولكن دائما ملي كناخذ الاختيار ديالي راكم عارفينها، كنتحمل فيه مسؤوليتي، اما باش انا نستقبل مستمعين او لا مستمعات هنايا اذاعيا، هذه راه ما يمكنش انا وياك الراس في الراس، يعني ما بقاش عمل حوايج اخرى. ويقدر بنادم يجي كاع ويتبلى عليك من بعد، تستعندوا للراديو ولا عطيته ولا عاوني ولا وراني ولا، ويصدق بنادم لا سمحوا لي. مسائل خصها كتبقى اذاعيا، وغادي نبقاو دائما اذاعيا. فهاد المساله هذه الله يستر عليكم، احنا عاوتاني هضرنا عليها وتكلمنا عليها، فاللي بغى يفهم يفهم، واللي ما بغاش يفهم حتى هو راه خصو يفهم واحد الساعه، لانه باش ما يجيش بنادم ويقول لك راه ما بغاش يستقبلني ولا ما بغاش يتكلم معي. انا راه ما حلش بيرو هنايا، ما حلش كنتكلم معكم اذاعي، اسمحوا لي على الصراحه ديالي، غالب الله هادشي اللي كاين. يلا هنتوجو معكم مدينه اسفي، وكنقولها وكنقولها هكا زعما باينه، راه ما عندي لا ما نخبي ولا فين نتخبى ولا على من نتخبى ولا والو، كنهضروا مع بعضياتنا وكنهضروا بكل صراحه. نمشيو اذا لمدينه اسفي ونتقبلوا معنا اول مستمعه واول قصه من خلال الحلقه ديال اليوم. نتقبلوا معنا جميع زينب معك رشيد. مساء النور. مساء النور خويا رشيد. لاباس عليك زينب؟ انا فرحانه بزاف ملي تقبط لي الخط وشد ليا. مرحبا خويا رشيد. مرحبا لاله، مرحبا على لي اختك. انت راكم منسنا في قلبنا ومنسنا في بيتنا ومنس، يعني اذاعه اصوات انا من يعني من المدمنين عليا. لاله اختك بارك الله فيك، وكنحييك وكنشكرك بزاف على حسن الانصات ديالك لراديو اصوات. شكرا اخويا رشيد. زينب شحال في عمرك اختي؟ انا في عمري 26 عام. 26 سنه، تفضلي زينب شنو قصتك؟ انا قصتي بيت، انا المهم بغيت نقول لك كلمه، انا من عام الاول انا كنتصل وانا قلت لك اني فرحانه مش دير خط. مرحبا. قصتي بدات انا كنت مشيت على عمتي الخميس زمامه.
شحال كان في عمرك ديك الساعه فاش مشيت عندها؟ عمري 22 عام. مشيت على عمتي في مزال شافني واحد السيد. مشيت عندك السيد ما تعطل يعني جا خطبني انا وافقت. وهذا السيد يعني مطلق وعنده ثلاث وليدات. وافق حتى حد ما عارضني في الدار يعني انا بغيت يعني جبتو انا بغيت يعني ما يسول الحال كنقول اللهم نتزوج ولا ولا شي حاجه خايبه ولا شنو تعرف الوقت ديال شوي خايبه. يعني شهر درت فيه درت فيه عرس درت فيه تكتيبه درت فيه خطبه درت فيه كل شيء يعني ندم يعني وجد يعني يعني في مده شهر وجدت كل شيء. ملي وجدت انا كل شيء المهم صافي مشيت مع ذاك السيد. الشهر الاول الشهر الثاني حملت بوليد. ملي حملت بوليد بدات عندي المشاكل مشاكل بزاف كل ساعه كدبان جايه لدارنا وكل ساعه كدبان جايه. علاش هادشي؟ يعني داك السيد كيضربني كيعنفني على ابسط ما هي حاجه والحاجه الوحيده اللي في خيبه فيه الشك كان يعني الشك في مراته ولا جات الاسف راه عندها شي حاجه خايبه الشك في مراته يعني جات لدارهم راه عندها شي حاجه خايبه انا ديما كتقول اسف كنقول لي راه والديا شنو ولد الناس راه والديتها ما يكونوش والديا وحيد لي قلت لي كنجي لاسفي المهم صبرت ثلاث سنين من صبرت ثلاث سنين مع دارهم اصلا امهم خايبه اختو عنده واحد الخوت هي خايبه صبرت كنقول ربي ولدي اخر مره جيت ما عطانيش طلع لي خرج جمع شوي جمع صباح بكري وخرج ما عطانيش باش نركب من طلع لي قال لي وسيري اسيري انا لقيت محسنين في يعني انا كنت نقول لك انا مجوجه في الرباط هذا الشيء كنعاود لك طلع لي قال لي سيري مشيت المحطه لقيت المحسنين هم اللي ركبوني هم اللي جابوا لي ولدي حليب جابوا لي ليكوش من توصلت مدينه اسفي وصلت لاسفي الشهر الاول يجي وردوني كنت باغي نرجع الاول اللي ردوني الثاني ردوني الشهر التاسع ما حتى حد ما جا حتى حد ما تسوق حتى حد وسمع نقطع عليها الخط زينب مدينة أسفي نتمنى أنها تعود تعود ترجع معنا باش نكملوا معها القصة ديالها نعرفوا شنو اللي شنو اللي كاين شنو واقع بالضبط شنو واقع بالضبط لأنه هي باينة عاوتاني غادي في نفس المنحة صبرت وهذا وعلى قبل الولد وعلى قبل ولكن مزيان لأنه النهاية بعض المرات ما كتكونش بحال بحال نستمعوا كذلك النهاية ديال ديال القصه ديال زينب وفين وصلوا واش كاين النهايه ولا مازال كتقلب على النهايه ولا شنو 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 اللي واقع بالضبط يلا كنشكر بزاف ابراهيم طبيعه الحال اللي كيعطي دائما الاولويه للمستمعات اللي كيتقطع عليهم الخط وباش يتكلموا معنا ويهضروا معنا ويعاودوا لنا شنو كيفاش دايره حياتهم وكيفاش كيعيشوها ومنها بطبيعه الحال راه كنتعلموا حنايا بزاف ديال الحوايج فنحلوا ودنينا مزيان ونسمعوا زينب الو خويا نعم اختي كمل ليا المهم قلت لك انا جيت تسنيت هذوك الناس حتى حد ما جاني انا دعيت ما جيتش غير طلبت تاع النفقه تاع الدري ما كيسافرش ليا المده ديال شحال هو ما كيسافر ليا لا ريال لا جوج والو ما كيسافرش لي حتى شي حاجه لا قلت لك مده ديال شحال المده ديال شحال تقريبا هو ما كيسافرش لي مده 6 شهور مده 6 شهور هز لي غير بابا اضطريت بانني انا نخرج نخدم اضطريت نخرج نخدم ملي خرجت نخدم وقعت لي واحد الحادثه طحت طاحوا لي سناني كامل قداميين طاحوا لي صار لي بابا فمي قاد المهم علاش قاد لي بابا راه ما دار ليك جا جاب الناس بدا كيطلب وكبدا كيرغب وانا تغيرت وانا درت جا تمو ما عليناش قلنا عفا الله مسافه السيده تبدل مشيت كريت بوحدي رغم ذلك انا ملي كريت بوحدي ورجعت لقيت السيد باقي هو هو ضربني حرق لي الدار ضربني بالسمطه كنهرب غير عند الجيران ورغم ذلك كنقول انا صابره بلا ما نمشي جيت غير الفرحه ديال بنت عمتي هاو صيفط لي استدعاء دار طلب الشقاق بغى يطلقني ملي ولكن ملي مشيتي واش معاك معاك زين واش ملي مشيتي ملي مشيتي ملي مشيتي ملي مشيتي للعرس ديال بنت عمتك واش مشيتي واش مشيتي بموافقه ديال راجلك ولا بلا موافقه ديالك؟ بموافقه تاع راجلي وشرى لي هو الكادو هو اللي محني ليا هو اللي مركبني هو اللي عطاني مصاريف العرس كاملين قال لي غير ما جيتيش اثنين ما بقيتيش تشي ثلاث نهار ثلاث غنجي انا صبرت نهار ثلاث ما تصدمش جاني العون القضائي انا طالب الشقاق انا تصدمت رغم ذلك انا
مشيت انا دعيته ملي هادشي فاش انا هادشي كان عندك في شهر 11 مشيت انا دعيت على النفاقه من تما في الدعوه دابا لحد الان هو حاليا كيطلبني وكيزاوك ويقول لي اخر مره بنت الناس ولا درت لك شي حاجه ندير معك التيزان انا حقا ما بغيتش ندير التي ما دايرش فيه الثقه جا المره الاولى جا المره الثانيه جا المره الثالثه جاب ولده وكيطلب في بابا وبابا مسكين كيحشم ما كيقدش يقول شي حاجه وانا هاد السيد انا ما كنهمني في ولا مطلق ولا عنده دراري وهاد السيد خصوصا تقول لك اخويا رشيد ما بغاش انا عنده واحد الاعاقه في رجله شويه انا ما همني في شي حاجه حقاش كنقول انا مش متزوج باش نطلق ومش متزوج انا باش نتكرف ما جيت متزوج باش ندير شي حاجه انا ما بغاش نطلق ولكن التصرفات ديالو خايبه معايا دابا هو كيقول لك انا تبدلت صافي انا تبدلت جاي بغيت ندير لك التزام في المحكمه انني غير نقيسك او ندير لك شي حاجه نتقبط رغم كل شيء هاد المشاكل انا صابره وعندي واحد الاخ كيشوفني واحد الاخ كيشوفني غير خرجت عند عمتي ورغم هاد المشاكل كيشوفني غير خرجت عند عمتي ولا عند خالتي كيقول لك ما عرفت فين مشات كيشكك بابا فيا كيشكك ماما فيا بانني انا خايبه بانني انا ما مزياناش هذا خوك بالعكس اخويا هذا خويا هذا خويا عنده 20 عام صابني خاصو يحترمني وخاصو يقدرني يعني خاصو يعني انا اختي كبر منه خاصو يدير عليا بزاف د الحوايج هو كيشكك والدي فيا بانني خايبه ودابا خويا رشيد انا كنفكر كنقول انا ملي راجلي تبدل واش رجع لي ولا ما رجعش عندي نيت وسؤال في راسي لان كنقول انا ما عايش في الدار وما مرتاحش زينب غادي نخليك واحد 30 ثانيه مع ابراهيم طبيعه الحال كان يعافاك واحد شويه ونعاود نرجعوك معنا لانه ما بغيناش نبداو الاول ديال الاسبوع هكا بالبكا وسميتو لك حاس بيك وحاس باش نولي كتعيشي والله يهزي ما خلق ولكن نتكلموا واحد شويه ونرجع للانفاس ديالي ونستمعوا لك باش مستمعينا تما يستمعوا القصه ديالك ويمكن لهم كذلك يتدخلوا من بعد ويعطيونا حتى هما الاراء ديالهم دائما عبر 05 22 77 24 24 فوالا لو طون تكلم مع زينب ونعاود نرجعوها معنا ونتكلموا معاها ونستمعوا لها حتى الاخر ونعطيوها وقتها الكافي بطبيعه الحال باش حتى شي واحد في مستمعينا ولا شي وحده في مستمعاتنا ما تقول لا كيهضر معاها هذا بزاف وهذا شويه كل واحد كنعطيوه الوقت ديالو الكافي حتى يعبر على المسائل ديالو كامله هذيك الساعه كنتكلموا وحتى حنا بطبيعه الحال كناخذوا وقت باش اننا كنفكروا حتى حنا في المشكل اون باراليل موازاة مع هذا الشيء وديك الساعه كنتكلموا مع بعضنا هو ما كيكونش حكم لانه دائما ما عمرنا ما كنحكموا عليكم ولكن فوالا كنشوفوا اين الطريق اللي تقدر تنفع زينب الو خويا نعم اختي دابا فين واصله انت مع هذا الراجل هذا حاليا مازال هذاك الشيء ديال النفقه متابعين عليه ومازال مداين انا هذا الراجل شحال هديت الوقت دابا باش مداين دابا من شهر 11 وانا في دارنا في اسفي انا هذا الراجل درت معاه جميع الحلول درت معاه طلقتي فقط ما بغاش يطلقني درت معاه وليت انا داعي على الطلاق دابا هو كيقول لي انا تبدلت انا راني تبدلت ندير معاك اي حاجه تولي تبدلت كيقول لي ما مستعدش نخسرك وانا السيد انا ماشي نقول لك كاع العيوب ما نقولش لك حاجه غير الخايبه اللي فيه بالعكس كنقول لك الحاجه الزوينه اي وحده كتمنى تكون في بلاصتي من انها امها اللي لابسه واكله شاربه يعني بوحدها اي حاجه ما ناقصني مع هذا السيد الحاجه الوحيده كيتعصب ملي كيتعصب ما كيعقلش عليك اخويا رشيد يعني كيعرف وانت عارف بان ما بقاش عندنا العنف من كيضربك حتى كتبقى لك شي اماره في وجهك كتبقى المهم شي حاجه في الجسم ديالك كتشد في خيط ومن كيضربك كيقول لك سمحي لي راني غير معصب وهادي 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 وانا تشرعيت من شحال قدني والديك شنو كيقولوا في هادشي؟ والديا بالعكس والديا معايا والديا مسانديني والديا واقفين معايا. كون ما كانوش انا كون ما كانوش والديا ما نقدرش انا اصلا نشيل الدار مع خويا ما نقدرش نكون في ما نقدرش نكون في الدار. دابا خويا ولا كيشكك والديا فيا خويا دابا ولا كيشكك والديا فيا بانني انا خايبه بانني انا مزيانه. يعني انك ما يمكن لك تريحي لا في داركم هاد الساعه لا والو مريحه في داركم ما مريحاش مهنيه. مريحة مع راجلك كتضربي وما مستراحاش نعم اختي تفضلي
دابا انا ملي انا خويا كاش انا ولد دابا كان ولد كنحشم نخرج نشوف في الانستا نشوف في وجه بابا ملي في شكك بنت ولا معمره دارت شي حاجه من يامات كانت كتقرا ويامات الدراسه حتى دابا ولا عندها ولد عنده 3 سنين ونص دابا غدير الحاجه الخايبه. هادي انا هادي قصتي اخويا رشيد وقصتي انا كنطلب المستمعين اللي راه معطوني حل واش الرجع لهذا السيد انا كنقول راه ندم يعني راه خدا واحد التجربه وخدا واحد التجربه وخدا واحد الدرس قاسي يعني خدا واحد يعني راه مضطر يدير معايا قال لك اي حاجه غير باش نرجع واش مضطر بانني انا نرجع ليه ولا يعطوني المستمعين انا باغا من المستمعين الكرام باغا شي حل اللي غادي يفيدني انا ويفيد ولدي هادشي انا اللي كنطلب منك اخويا رشيد. شوف زينب نتفقوا على واحد الحاجه ساهله مهله واش انتيا بعدا اصلا باغا راجلك؟ انا راجلي ما مخسر ليا حتى شي حاجه اخويا راجلي انا ماشي ما باغاش راجلي انا راه خسرت غدا الصباح عند راجلي ياك ولكن انا راني خايفه اللي غدا السيد ما يتبدلش انا ما ديرهاش بيا غير مره او جوج مرات او ثلاثه راه ديجا بزاف هادشي مديور بيا راه غير كيردك وكيقلب عليك دابا هو كيقول لك انا اخر فرصه عطيني قال لك اخر فرصه اخر فرصه قال لي اخر فرصه عطيها لي هي هادي هادشي انا فاش كنفكر كنقول انا باش يتربى هاد الدري معطيه ونخلي والدي تما مرتاحين بلا ما نزيد المشاكل ديالي لان بابا مريض وعندي خويا حتى هو مريض صغير انا ما باغاش حتى خويا وخويا الكبير ما سبحان ما عرفتش اللي كنت انا اختو ما عرفتش كنت انا ما اختوش ما عرفتش ما كيحملنيش انا ما كي انا ما كيقول انت عدوتي بالنسبه لي انا عدوه انا بالنسبه لي انا خايبه بالنسبه لي انا ما كنسواش بالنسبه لي انا كندير الحاجه الخايبه يعني اي حاجه كنديرها ما كتعجبوش الا خرجت مشيتش بلاصه خايبه كنت غير جايه كي في الطريق خنزر فيا سلم عليك واحد غير من الزنقه من الحومه ديالنا واش يخنزر ويغوت كيقول يا وباز راجلك ما يتمشدكش يعني راه يعني بالنسبه لي انا كامله بالنسبه لي انا اختو انا عدوته ماشي اختو كي وين عدوتي دابا كيضطر بانه باش انا وليت خايبه في النظر ديال والديا كيشككني في كيشككني راسي كيشكك في والديا انا خويا راجل كنطلب المستمعين الكرام انا ما نقدرش نقول انا ما باغاش انا باغا نرجع او ما باغاش نرجع انا السيد انا هو قلت لك الحاجه الوحيده اللي فيه خايبه هي هادي بانه كيتعصب مع هادي هي اللي فيه خايبه ودابا واعدني بقال لي ندير معاك التزام غير نقيسك او نضربك نتشد وانا ما يمكنش ندير معاك بحال انني ماشي اول مره هادي اخويا رشيد بانه داير لي هاد يعني ديجا ضاعرني بزاف 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 لاني خايفه منه لا عاد رجع ويدير لي شي حاجه اخرى فهمتك شوف زينب نعم ديري محاوله اخرى اعطيه اخر فرصه ياك هو كيحلف وكيقول غير حاجه وحده باغ كونت ولا شوف الا كان الا كنتي كطلب باش نرجع باش نتنازل لك على الدعوه هادي غير حيدها من بالك بغيتيني نرجع لك اعطيني النفقه ديال الولد اللي ما خلصتيش هذه المده ديال 6 شهور هذه هي الاولانيه نهضروا عليها ثاني حاجه داك الالتزام اللي كتهضر عليه سنيها حبيبي ولكن راه نقولها لك الالتزام راه ما غاديش يكون عندي انا غادي نخليه في دارنا تقيسني دير لي شي حاجه غادي نعيط لهم وديك الساعه تحمل مسؤوليتك الا بغيتي نرجع عندك اما باش نبقى انا ديما نرجع عندك ودير لي ها لا وهير اجي وانا راني ندمت وانا هادي وانا هادي وانا هادي حتى نجي لعندك للدار ودير فيا ما بغيتي انا هادشي ما بقيتش بغيتو نهضروا مع بعضنا زين برا ما كنهضروش مع بعضياتنا هضري مع راجلك وجيه فاس ولد الناس واش بغيتيني انا سيدي حتى انا باغيك ولكن باحترام عافاك تحترمني ونحترمك كلمه خايبه ما عندنا ما نديرو بها الضرب ما عندنا ما نديرو به نبقاو كنتريكلو على بعضنا ما عندنا ما نديرو بها التريكيل هذا راني مرتك كيف ما انت يا راجل كيف ما انا ملزوم عليا انك انا نحترمك انت راه ملزوم عليك انك تحترمني فهمتيني؟ سمعتك اخويا راشد كل واضح معاه من الاول بغيتي هادشي مرحبا ما بغيتيش هادشي راه ما كاينش شي حل اخر
اما باش تقول لي يا ساري تنزلي على الدعوه وانا راه ما عنديش وانا هذا، من هنا راك كتبين انك بغيتيني فقط نرجع باش نتنزلي على الدعوه. وهذوك فلوس راه ماشي فلوسي انا، راه ما كنطالبكش فلوسي انا، راه كنطالب فلوس ولدك. راه ولدك لي 6 شهور هذه وانتقالب عليه ما عرفوش كاع فين هو، فهمتيني أزينب؟ كون واضحه مع راسي ونكون واضحه مع السيد حتى هو، من نهار الاول نبين ليه كل شيء. شوف انا رجع عندكم انا وياك لا على غدر لا عليهم يحزنون، انا باغيك انت راجلي وباغيك، ايه كنقولها لك انت راجلي وانا باغيك، ولكن باش تشدني وتجيبني لعندك للدار وتكرفس عليا هذه راه ما نقبلهاش منك، تفهمنا؟ وفضينا ونبينا عليه السلام، ما باش نبقى انا مسخفه راسي لا وبلاتي وشنو ندير واش نمشي واش ما نمشيش واش. خوك بالنسبه لخوك الصغير، خويا الصغير غادي نشدو واحد النهار بين ربعه ديال الحيوط وغادي نقول له شوف جوج ديال الحوايج، راه انا اللي كبر منك يا ولد الناس، غاتحتارمني نحتارمك، ما تحتارمنيش غادي نبدا نخرج انا وياك شي سواقات اللي ما يعجبوكش، لانه بنادم ملي ما كتوضع عليه شي حد كيولي غادي وكيتصر. ولا شوف تحملني ما تحملنيش، تنعجبك ما نعجبكش السوق هذاك، فهمتيني يا زينب؟ فهمتك اخويا راشد. فوالا وتا هو نفرق مع الجوق هذا، يقول له شوف تحملني ما تحملنيش سوقك هذاك ماشي سوقي انا، ولكن انا بعد مني، انا اعطيني شبر ديال اتساع، سينو انا راه غادي ندير معاك شي فعل اللي ما يعجبوكش، غندير معاك فعل اللي ما يعجبوكش وفي الاخر تولي انت هي كتبكي، تكون عندنا جرأة ان كل واحد نحطوه في البلاصه ديالو، ماشي نبقى انا كنخاف من هذا ونخاف من هذا، علاش نخاف منه بالسلامه؟ عنده 20 عام وانا في عمري 26 عام، انا اللي اختو الكبيره خصو كنحترمك وكنحترم العائله وكنحترم بزاف ديال الحوايج، ما تجيش دير فيا اللي بغيتي، واش فهمتيني يا زينب؟ فهمتك اخويا. شوف اختي ملي كنشرح والملح كلشي كيبان ليا باين وواضح من بعد، ملي كنبقى كنخلي بنادم داير فيا ما بغا ويقول فيا ما بغا، وقت ما رشقات ليه يهضر كيف ما بغا، علاش؟ ايه راك خويا وعلى راسي وعيني يا سيدي، وانا هزك فوق كفوف الراحه واللي بغيتي نديرو معك، ولكن باحترام، تحترمني نحترمك، ما تحترمنيش راه ما نعقلش على خويا، فضينا. غتحتارمني غادي نحتارمك، غتعاملني بطريقه اخرى غادي نعاملك بالمثل، صافي باش ما نبقاش نلعب معاك وتلعب معايا وهاد اللعب ديال الدراري الصغار، الحشمه على اراضيك واحد شويه، راه يلاه في عمرك 20 عام، راه في عمري 26 عام وعندي وليات وراني مرا، راه ماشي تجي تلعب عليا، كاينين بعض النساء اللي كيوضحوا هاد الشيء وكيهضروا فيه، الاغلبيه ما كتبغيش تهضر في هاد الشيء، ولكن لا وانا وكيفاش اخويا غادي نقول ليه بحال ما هاد الهضره وبحال ولي يضربني، علاش اللي غادي يضرب كله يهز عليك يديه اصلا ما منحقوش، يكون خوك كيف ما بغى يكون نوعه، ما منحقوش انه يضربك او لا يقيسك او لا انه يقرب لك. عندك الصح اخويا راشد. صافي شوف نشرح انا هاد الشيء اختي اللي كنعرف، شتي كيف ما بغى يكون نوعه الانسان، كنهضر معاه كنجيه واضح، كنبقى كنصبر ليا مات الاولانيه، كنقول هو بنادم دابا ينعل الشيطان، هو بنادم دابا ينعل الشيطان، هو بنادم ملي كينعلش الشيطان كتشدو كتعطيه داكشي اللي باغي يسمع، وسبحان الله العظيم كيرجع بوحدو اللور، صافي ما رجعش بوحدو اللور ديك الساعه نشوف كيفاش نتفاهم معاه، هادشي اللي كاين، ما نخليش انا واحد انت واخا انا والديا وانت مالك، انت مالك شنو مالك شنو واقع لك؟ ماشي سوقك فيا سيدي وفضينا وسالينا بلا ما نبقاو كنلعبوا على بعضياتنا، ماشي سوقك فيا، انا حياتي وحياتك حياتك حبيبي، تفهمنا؟ تفهمنا خويا راشد. راجلين نوضح معاه الامور والاخ ديالي تا هو نوضح معاه الامور ان شاء الله خويا راشد. داكوغ طلي لي فراسك وتحياتي ليك وتحيه العائله الصغيره ديالك. شكرا اخويا راشد، مرحبا اختي زينب، فرحانين بالبرنامج اللي داير لنا، احنا استفدنا منه بزاف والله العظيم. مرحبا اختي، مرحبا كنحييك وتحيات السيل العائله كاملها وتبارك الله عليك، ونتمنى انك تعاود تعطينا الخبيرات وتقول لنا فين وصلتي. اوكي ان شاء الله خويا راشد، تبارك الله عليك اختي، خليتك على خير. يلا مستمعينا ومستمعتنا، هذه 9:48 دقيقه، دائما مرافقينكم حتى المنتصف الليل، معكم رشيد الادريسي من خلال برنامجكم معك رشيد، نمشيو نستمعوا لاعتزلت الغرام ومجد الرومي.
وكترومي واعتزلت الغرام استمعنا لها وتمتعنا بها برفقتكم دائما مستمعين على راديو أصوات ودائما معكم رشيد الإدريسي من خلال برنامجكم معك رشيد. استمعنا القصة ديال زين بمدينة أسفي. شنو تبغيو تقولوا لزين بدوركم 0522-77-24-24 في حالة أنه ما كاينش تدخلات غادي ناخذ معنا قصة ودائما بطريقة مباشرة. كنعيشوا مع بعضنا وكنضاربوا مع بعضنا وكنعيشوا حوايج مع بعضنا ربي بوحدو اللي عالم بها، ولكن كل واحد في بلاصتو راه ولينا كنخلطوا كل شيء. ولينا كنخلطوا ما بين كل شيء، الاخ الصغير كيولي هو الباترون، الاخت كبر حتى تكبر، لا هذيك كتبقى غير بنت وكتبقى غير مراه، وكنبداو كنعيتوها ما عرفت كيفاش نعيتوها لا المسألة ديال السن كنحترمها سبحان الله العظيم. ملي كيكونوا الدراري ملي كيكونوا البنات لا تكون في عمرك 53 عام راك مرا وراك بنت وراك يمكن لك ما عرفتش شنو ديري انا اخويا الراجل ما يمكنليش يجي يدير توا راه اي واحد فينا الا وكيغلط واي واحد فينا راه كيدير هكذا قد راسو. ولكن منين نكون وسط عائلة كيكون الاب وكتكون الام وكيكون الولد الكبير او البنت الكبيرة وحنايا غاديين والصغير كيحترم الكبير والكبير كيحترم الصغير وباش الصغير يحترم الكبير خص الكبير يحترم الصغير. راه بزاف ديال الناس كيقول لك لا الصغير هو اللي يحترم هو الاولاني. لا سيدي وريني شنو هو الاحترام. انا اللي صغير خصني نتعلم من عندك، ماشي انت اللي كبير غادي تعلم من عندي. يعني الا جيت انا اللي صغير ورا نعلمك انت اللي كبير شنو هو الاحترام، وانا بقينا انا ما بقى والو. شنو درنا؟ ما درنا حتى شي حاجة. فالكبير يعلم الاحترام للصغير، الاحترام ماشي الخوف، الاحترام. أنا ما بقى حد كيحترم حد. وهذه المسألة هذه ولات عندنا غريبة في مجتمعاتنا. احترم كنا احنا يا كبرنا كتحترم اللي كبر منك، كتحترم راجل كبير في الزنقه ما كتعرفوش كتوقف وكتسلم عليه بالحاج لاباس الحمد لله، ولا بغيت شي حد تعاون شي حد تعاون شي مراه تعاون. كان مواتنا كانوا كيحطوا الوصله ديال الخبز كانوا كيحطوها في باب الدار وكيدخلوا بحالتهم حتى كيتم دايز واحد كيعرف راه الوصله ديال فلانه كيهزها كيديها للفران ويجيبها واحد اخر من الفران ماشي حتى هذاك اللي داها. ولكن هادشي ما بقاش لسوء الحظ، شي ولا صغير كيسف الكبير والكبير يسف الصغير والكبار يقول لك لا الصغار هذوك غير صغار وغير براش وما كيعرفوا يديروا حتى شي حاجه، والصغار كيقول لك لا هذوك الكبار مشى عليهم التران وخصهم يزيدوا في حالتهم، حنا الصغار خصنا نشدوا المسائل. اش عندك ما تسد راه الا ما عندكش، شوف راه اللي ما عندوش كبير واللي ما عندوش ناس مساندينه والناس اللي هما كيوريوه شنو الزينه وشنو راه ما عمره ما غادي يدير شي حاجه، راه ما يمكنلكش دير كلشي بوحدك حبيبي ما يمكنش مستحيل. هذه المسألة هذه مستحيلة. يلا نمشيو ناخذ تدخلاتكم، غادي نبداو بمدينة الضربي نستقبلوا معنا خديجة. خديجة معك رشيد مساء النور. الحمد لله اختي وانتيا الحمد لله. مرحبا بك معنا على أصوات خديجة تفضلي. بارك الله فيك اخويا. عفوا اذا ندخل في هذه السيرة. عفوا السيرة هذا الرجل انا كنصحها ما ترجعش ليه. حيت دابا شحال من تجربة اللي دارت وحاجة ما مستهلش منها. ياك؟ إيوا الأخ ديالها ما خصو يحترمها، حيت هاد السيدة إلا ما لقاتش راحة في دار راجلها وما لقاتش دار وما غتلقاها. إيوا شي خويا اللي كاين. الله يصوب الجميع، شكرا لك بزاف خديجة على التدخل ديالكم ديال الدار البيضاء، تحياتي لك اختي تبارك الله عليك. الله يعاونك اخويا بزاف. تحياتي بسلامة. نمشيو دائما مكملين معكم وتدخلاتكم عبر 0522-77-24-24 بعد ما استمعنا لخديجة مدينة كازا ولا مدينة الدار البيضاء نمشيو للأسفي نستمعوا للسي محمد. سي محمد معك رشيد مساء النور. سي محمد بخير. أهلا وسهلا مرحبا بك على الأصوات. بارك الله فيك رشيد. لاباس عليك كلشي بخير؟ الحمد لله الله يبارك فيك. تفضل اخويا تدخل ديالك. الدخول ديالي كنصح هاد السيدة دار معاه شنا مشاكل ما خصهاش تبقى ترجع ليه. ولا ما خصهاش تبقى ترجع ليه شحال من خطرة وكيجي رغبها وكي شي ما مزيانش هادشي. ما نشوفش زعما اننا نعطيه فرصة أخيرة. سي محمد ما خسر والو ولا عطاتو شحال من فرصة. فرصة كتير ما خصهاش تبقى ترجع ليه كاع. كل شيء كيعيش في يدين الله ماشي هي اللي غادي تبقى ترجع ليه. فهمتك
فهمتك اخويا، والرساله ديالك واضحه، نتمنى ان زينب تكون بالاستماع والناس استمعت للتدخل ديالك. غادي نتوجه معكم للبير جديد. معنا سكينه. سكينه معك رشيد، مساء النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اختي سكينه، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. انا طحانه بزاف، حاولت نوصل معك اليوم. مرحبا مرحبا اختي، مرحبا بك على الاصوات، تفضلي. اول مره غادي نشارك معكم. مرحبا، ما كاين مشكل، تفضلي. مي بغيت غير ندخل الصاد البنت هذه، بغيت نعطيها نصيحه من عندي. يعني يقدر الانسان يقدر يكون يتبدل، راه اي واحد تيغلط تيتبدل. الا انا ما جات يمكن حاولت تعطيه فرصه، يعني راه قدر يكون تصلح ويعاود يعرف الغلط ديالو. ما تفكر في ولده حتى هو. اما بالنسبه لخوها راه ما خصوش يبيع معاه بحال هكا. يعني انت خويا نحترمي، احترمي احترمك هذا مكان، والاحترام خصو يكون متبادل. يا كسخينه. بصح انا دابا ما انا حكم ديكابي، يعني عندي مشكل، عندي مشاكل كثيره بزاف خصوصا مع دارنا. يعني انت انا غادي نحاول نهضر راسي نقول غادي نمشي شي بلاصه كاع ولا ندير في راسي شي حاجه، مي تنشوف تنقول لا، الوالده هي اللي مصبراني. انا تقدر تعطي فرصه اخرى او دير معاه التزام كيميك، هو قال بلا ندير معاه التزام. ندير معاك التزام ونمشي، يعني ندير راسي بحال بحال دوز امتحان سيمانه ولا شهر، دوز معاه هكا تشوف واش انسان تبدل او لا. انا تنظن يقدر يكون تبدل. فوالا، وتكون اخر فرصه وتقولها له، تقول له شوف هذه اخر مره. يعني النوب جايه هي، ما تحاولش انك كاع تجي. بصح انا تانا عندي خوات تمت بحال ماسكا صابرين وشي شاكر. الله يسلم الجميع، شكرا لك بزاف سكينه والتدخل ديالك، وكنحييك وكنحيي جميع مستمعاتنا ومستمعينا في البير الجديد. وتنتمنى نكون صديقات البرنامج. مرحبا لاله، مرحبا مرحبا، جميع مستمعاتنا وجميع مستمعينا كلهم صديقات واصدقاء البرنامج. نتحولوا معكم مباشره لمدينه الدار البيضاء مره اخرى، نقولوا معنا عبد الواحد. عبد الواحد معك رشيد، مساء النور. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عبد الواحد داير لاباس عليك؟ الحمد لله خويا، وانت؟ الله يبارك فيك. الله يلا ملي سمعنا صوتك هذا والرباح. مرحبا لاله اختيك، تفضل. تفضل عبد الواحد، التدخل ديالك. خويا بالنسبه لهاد الاخت هذه، اش نقول لك؟ كيما انا متفق مع هاد الاخت زينب اللي هضرت دابا، هذا هو الحل اللي عندها، حيت هي معاشرة اكثر منه وغتعرف واش تبدل ولا ما تبدلش. هذا هو اللي نشوفه. مادام صبرات صبرات، اللهم تزيد تصبر وعلى حساب داك الولد ماك، وكان زعما خسر هذا ما كاين مشكل. هذا هو اللي كنقول. وبالنسبه عندي واحد سميتو شحال وانا كنتصل على ديك الاخت، ما عرفتش واش مريم من مراكش ولا ما عرفت شنو، كان السلطه اللي كان عليها ولا ما عرفتش. هذاك شحال هذه ما سميتو، كنت باغي زعما نحاول نتصل وهذا ما هذيك. تكلم معها، تكلموا معها بزاف ديال المستمعين وتكلمنا معها حتى حنايا، والحمد لله المشكل ديالها راه تحل. فوالا، من بين القصص والمستمعات اللي التجؤوا للبرنامج، والحمد لله المشاكل ديالهم تحلات. كنشكرك بزاف عبد الواحد على التدخل ديالك من مدينه الدار البيضاء، وكنحييك اخويا، تبارك الله عليك. غادي نمشيو معكم مباشره لدرب وعزه النوبه، ونستقبلوا معنا السي محمد. السي محمد معك رشيد، مساء النور. وعليكم السلام سي محمد. بخير الحمد لله، بارك الله فيك. وانت بخير لاباس؟ الله يحفظك ليا، مرحبا بك معنا الاصوات محمد، تفضل. الله يحفظك خويا. عندي تدخل مع ديك السيده اللي هذا مشكل مع راجلها وخوها. انا كنقول ربما تعطيه الفرصه، تعطيه الفرصه ما تخسرش، فهمت؟ ما تخسرش راجلها. تعاود تعطيه الفرصه وربما يعاود يتبدل ولا، فهمت؟ يعني حتى انت متفق على مساله انها تكون تعطيه اخر فرصه وتشوف شنو اللي كاين. لا علاش حيت هو هي دار ما لقاتش فيه الراحه، والراجل ما لقاتش، يعني فين غتمشي؟ تخرج للزنقه. خاصة تعطيه الفرصة لراجلها، حيت كما ولكن شوف، ولكن الضرب والعصا والتكرفيس وهذا، واخا يكون راجلها راه ما عندوش الحق يتعامل معها بهذه الطريقة هذه. متفق معك. فوالا، دونك هذه باش نكونوا مفاهمين فيها، وحتى العائلة ديالها ولو أنها راه مريحة معاهم وراها والدة ولا راها طلقة ولا هذا، بالعكس ما يمكنش الوالدين وما يمكنش الإخوة أنني يجعلوني يدفعوني لهذاك جهنم ديال هذاك الراجل، ونولي كنشوف راسي إلا ما مشيتش عنده ما عندي ما ندير. فهمتني؟ شكرا لك بزاف سي محمد، وتحياتي لك وتحيا لجميع ساكنه الدار بوعزه. تبارك الله عليك اخويا، تبارك الله عليك، خليك على خير. غادي نساليو هذا الملف والقصه ديال زينب مدينه اسفي بواحد المقوله. سي فاري ابراهيم كنشكرك بزاف بابراهيم على هذا، قال لك
قد تصبر المرأة على فقر زوجها وقبحه وانشغاله، لكنها قلما تصبر على سوء خلقه أو لخلقه. فشوف أنا ما كاينش محسن من الأخلاق والكلمات اللي كتكون في محلها. منين كنبداو كنتعداو جميع الخطوط الحمراء ونبداو نتكرسوا على روسنا ونبداو نضربوا مع روسنا ونبداو نتكرسوا على الاخر ونبداو نعتوا الاخر بجميع الكلمات ونبداو غير كنهضروا غير باش نهضروا، راه شوف راه واخا يكون اطيب خلق الله لا راجل ولا امراه، واحد النهار غادي يزيد في حالته وواحد النهار حتى هو غادي يزيد في حالته. ملي كيكون عندي واحد الشخص جيت نهار الاول داركم خطبتك تزوجت بك درنا وليدات، لاش دايرين هادشي حنا كامل سيدي؟ الا بغينا نبقاو نتقاتلو ونضربو علاش؟ باش نافعنا هادشي كامل؟ علاش نتكرفسو على روسنا ونتكرفسو على بعضنا علاش؟ 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 ما يمكنش. راه يا اما نستمعوا لبعضنا ونوقروا بعضنا ونحترموا بعضنا او لا بلاش. الاحترام راه شي حاجه اللي هي كبيره بزاف كبيره بزاف. ملي كنكون كنحترمك كتولي كنولي غادي وكنكبر في عيني، كتولي كذلك غادي وكتكبر في عيني. وكاين قلت الاحترام راه اي واحد ما يمكنليش يحترم، وانت كتكون غادي في الزنقه انت وختك ولا انت ومرتك ولا انت وغير صديقه كاع سيده خدامه معك وشي واحد كيتلفظ بشي كلمه ماشي هي هذيك كدور عنده كدور فيه. وكيفاش انا وياك عايشين انا وياك تحت سقف واحد ونسمع من عندك الهضره طايحه؟ علاش؟ شنو زعما انت اللي كتعرف تقول الهضره الخايبه؟ راه كلشي كيعرف يقول الهضره الخايبه، غير كاين اللي كيتقى الله وكاين اللي ما كيتقاش الله. فنتقوا الله في بعضنا. مدرسه الحب هذه راه خص كلشي يدخل ليها. كاظم الصاهر نمشيو نسمعوا ليها اللحظه. انا موجه راديو اصوات انتم دائما بالاستماع لبرنامجكم معك رشيد، معكم رشيد الادريسي من دابا حتى المنتصف الليل هذه 10:11. كاظم الصاهر على موجه راديو اصوات ومدرسه الحب تكلمت عليها في الاول، قلت شحال واحد خصو يدخل ليها لانه شحال من واحد كياخذ هذا. انا بالنسبه لي واحد الشعور اللي هو نبيل جدا، واحد الشعور اللي بوحدو يعني ما ملي ما كنبداوش كنحترموا هذا الشعور هذا حتى وكنتكرفسوا عليه وكنتعداو عليه وكن كي غادي نقول لها كنميعوه كنبدلوا ليه الوجه ديالو في بعض المرات كيولي كيتحول ما كيبقاش حب كيولي عداء. ف ملي نطيح في واحد الانسان كيحبني وكيبغيني وكيقدرني وكيحترمني وغادي معايا في واحد الطريق اللي كتبان لي انا راها طريق مزيانه، ولكن سبحان الله العظيم كاين بعض الناس اللي راها الطريق باينه لهم ولكن هما والو ماشي هذيك الطريق اللي باغيين وما عارفينش رسوا ماشي من الطريق باغيين وكيبقاو يخربقوا وكيوليو كيخرجوا على العلاقه وكيخرجوا على ذاك الشعور كيخرجوا على هادشي كامل. فنبقاو واضحين مع بعضنا عفاكم، نبقاو واضحين مع بعضنا ونحبوا بعضنا بصدق او نبعدوا من بعضنا باش ما نتكرسوش حتى واحد ما يتكرس على شي حد اخر. يلا قصصكم دائما مستمره معنا بطريقه مباشره ولي الشرف دائما بطريقه حال انني نكون معكم واني نستمع لكم. نمشوا معكم دين التماره ونستقبلوا معنا مريم. مريم معك رشيد مساء النور. مريم الو مساء الخير اختي، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله كيفاش بخير؟ صحيحتك لاباس الحمد لله كيفاش؟ صافا الحمد لله. وانتيا؟ الحمد لله خويا مبينه. مرحبا اختي مرحبا، راه بزاف ديال الناس راه عام هذه وهي كتعيط وما كيشد عليها الخط. انت راهي من قبيله وانت هي كتعيطي. شحال في عمرك مريم؟ خويا صالح الله يلا فرحانه. مرحبا اختي مرحبا، شحال في عمرك؟ عندي 17 عام. عندك 17 سنه ياك مريم؟ 17 عام اللي عندك؟ اوكي تفضل مريم كنسمع لك. 92 عام. تفضلي. يا الله شنقول لك؟ بدي ليا من الاول باش مستمعينا تاهما يفهموا بطبيعه الحال، شدوا معك الخط ونتكلموا مع بعض. تفضلي اختي. لا خويا كانت عندي انا
مريم الله يستر عليك، يمكن لك شوفي لي بلاصه اللي فيها الريزو زويون وباش نتكلموا مع بعضنا. اوكي واخا، يلا تفضل. دابا كنسمعك مزيان، تفضلي. خويا انا كنت ندير بسنين، ماما وبابا طلقوا. المهم ماما دارت واحد الغلط مع بابا. فهمتي كيفاش دارت غلط مع بابا؟ شرحت ليا، شرحي ليا. يعني عرفت واحد الراجل اخر. يعني انا كانت خيانة زوجية. خيانة زوجية. ايوا. شحال كانت في عمرك ديك الساعة؟ انا ملي كنت باغا صافي طلقها، ملي طلقها خلاتني. شحال كانت في عمرك؟ شحال كانت في عمرك ديك الساعة؟ كانت في عمري 4 سنين. كانت في عمرك 4 سنين. تفضل كمل ليا. صافي طلقها، بقيت انا وخويا. خويا صغير مني. بقينا عايشين مع بابا. انا عندي واحد الاب شوية قاطع. صافي مع اللي تلقاها ما تجرح بزاف، قال لك علاش دارت فينا هاد الشيء وعلاش هادي، ما بقاش يهتم بينا. كنا ديك الساعه عندنا البرارك، عاد ريبوا لينا وعطاونا في العمارات. الو كنسمعك مريم، كملي لي اختي. صافي كنا ديك الساعه في البرارك، كنا باقي صغار. عندنا تفاد العمام تيجيو للدار، كيبقاو يعيروني، كنت كنكبر شوية كيبقاو يقولوا لي يعيروني بالهضرة الخيبة، كيبقاو يقولوا لي نجيت شبيك بحال مويا، كنجيت تولي بحال مويا، نمشي هادي نمشي هادي. إن شاء الله في خويا كيعطي له، أنا لا، أنا ماشي كدني، ماشي صبطو، يعني ما كتشكاش. صافي يعني بقيت. علاش كيتعاملوا معك أنت هذا التعامل هذا؟ علاش ما علاش علاش كيتعاملوا معك هذا التعامل هذا في نظرك؟ كيقولوا لك انت كتشبهي لموك، يعني هما عندهم واحد الفكره نتي بنت كتشبهي لموك، يقول لك كتشبهي لموك. هما عندهم هاد الفكره. صافي بقاو بنتي، يعني بحال هكاك ولي ماشي دردي بحال هكاك. صافي واحد النهار تزوج بابا، تزوج بواحد المراه شي انا من جماعه، هي مزوجه مطلقه. صافي بقيت جالسه معاها، المهم جاي ما كتعاملنيش مزيان، شافت ماما ما كتعاملش معايا مزيان، هي متعاملاتش معايا مزيان، كتعايرني كتضربني. صافي تنقرا ديما انا في القرايه ديالي، كنت كنقرا ديك الساعه، كنت ثاني قريت شديري ثاني كنقرا ديما ازازيداكي ديما، يعني كنشوف اي واحد تمشي مع والدي تندير واحد الحفلات تمشي مع والدي، انا لا، انا بابا ما كيديش فيا. يا هو الساس تيمشي بالليل تيجي في الصباح تمشي مع تمشي يعني حساس بالليل تجي نشوفو غير الصباح. صافي بقينا هكاك. صافي واحد النهار مع راسي مبقيتش كتضربني، واحد النهار وانا نمشي عندو قلتليه بابا، قالي نعم، قلتليه شوف مراتك راه كتضربني وهذا وهذا. نمشي عندو قالي مضربيش ليا ولادي وهادي وهادي، وانا واخا مكنتلاش فيهم راهم عزاز عليا وهادي. صافي هو يطلقها، صافي بقاو قالتلي لا وهادي، صافي طلق. صافي طلقها، بقينا عاوتاني في دارنا، كان في دارنا عشان انا وخويا تنتكرفو تنتعذبو، يجي يعايرني انا، يجي يضربني، يجي كيعاملني كاع مزيان اخويا غاشي كنتي عاملني. المهم صافي مشينا، صافي بقيت جالسة معاهم واحد النهار، يجي عمتي ساكنة في الكارة، عرفتي الكارة اخويا غاشي؟ سكن في الكارة، قالت لي شوف ولادك بلا ما يبقاو هكا باقا صغار وهادي، انا عندي بنت، انا عندي بنت في الكارة، امي غدي خو ولدك العروبية. قالت لي صافي مشي مفتيت. صافي مشيت انا جلست مع عمتي، جلست في الكارة، بقيت جالسة معاها، المهم كتحملني مزيان، واخا ما كتخلينيش نخرج وهذا، كتحملني واخا كتعايرني ولا حدا ماشي مشكل، وهي كتعرف عقل الصغر ضروري غادي غديري الاغلاط، يعني بلا نشوف نعفي من الغلط. صافي زعما ما غاديش مثلا كندير شي حاجه خايبه، مثلا كنتعطل ولا كنقالي، صافي تضربني وهذا. بقيت جالسه معاها دازت واحد العام ما رضيتش جاها. صافي ما بقى عشاني ما رضيتش، بقات كتقد تنوض، ما بقاتش قاده بيا، انا شدني ولا شقاد باقي. صافي قالت لها، قالت لي راه بالباقي خاصك دي بنتك، قال ليها صافي الدنيا انا العروبيه.
أشوف كيف جالسة في العربية، كيف جالسة في العربية عشان تنجع الدب عشان خلي من دير شي صيفة من صريح البهايم ما كيخلي عشان هم يديروا لي شي حيروني بخطر الخيبة عشان مطباح عشان تبقوا يقولوا يدري هادي يدري هادي قلوا لي أنا راك أقرأ خليني نقرأ يقولوا لي لا عنجيش هتخرجي لينا عنجيش هتديري لينا عنجيش هتديري لينا جي ما تخرجيش هادي انجا تخرجي بحال مواد انجيش نعرى تديري هادي انجيش نعرى تديري هادي شان بقى صعبة وخا كان بكل مش البيش لي ما لا رجع بكي عندي ما شي حاجة نفيش نخليها فيه ومشي مش البيش لي ما لا راني قويلة وعندي بقى ندير الحسي غادر شون بقى نقرأ بقى نكمل قرأي شي مكلمة مع حسمولي قال لي احنا مكتبها حسمولي ما خلوش لي شي حاجة وصافي كم جينا دار بابا كنقول لي بابا شوف حسيت بديه فينا شوية حسارة وليد بديه فينا قولي انش مالك يخوك تخرجوا ليا حلاك تخرجوا ليا تريك خاسرة ما شاء الله وش فيكم انا اللي جيت نصلى فيكم كيبغي كيبغي مشى نخرجوا يعني خرجوا من عندهم السلطة عليه هو كيدخل فيه هو كيدخل فينا يعني اللي قالوا لي خرجوا جري على ولادك يجري علينا عندي خرج ولادك زوينة نخليهم يخلينا اللي قالوا لي خرجوا يديرها اللي قالوا هذي هو شي شيخ خرج مشى فيها فين حنايا كان صافي بقيت صافي بقيت كنت في العربية فاش جالسة كنهرب خويا شامرة ديال العربية شدير هادي شندير هادي شندير هادي شنصبح واحد النهار قالوا لي شوف يا مريم بغيتي تمشي لداركم ما تمشي وعليه بعثك في الشهور غديري الدرة ما تخرجيش من دراسة الدار من الدار للدراسة اللي قرات صافي مسافر يقول لينا من البرير كتعطونا عمارات مشيت كنت في العمارات صافي كنت في العمارات تيجي قالت لنا عمي بابا باش يمشي حساس بابا عشان يتزوج بالمرأة الثانية صافي قال ليها شوفي قال ليها بقاي حاضر يا ولادي مشيتي ولدي صافي جابني انا وخويا للدار كنمشي نقرا كنمشي مثلا كنمشي نقرا مثلا كنبقى كنخرج مع 12 كنبقى مع البنات يعني هادي كنبقاو نهضرو في هادي تعيط عمي تعيط المرجب باش يقول لها فين هي مريم وجهي باش تقول لي باقا كنبقى صافي هادي باش ديري هادي باش ديري هادي باش نمشيش ناكل علاش على والو كنقول لي انا بقيت في البنات بقينا كنهضروا بقينا هذا كيقول لي لا لا علاش ديري بس بالدار شي دريه انتي هادي انتي هادي صافي واحد النهار بقيت هكا بقيت ديما كنقول لها فاش تمشي لدراسة تقدم بيك تسولني اساتيدة مالك مريم كنقول لي مش قاك مبقاتش يقولوا لي خاصنا نمشيو نهضروا معاها الدار عندهم يجي يهضروا معاهم مش يستقبلوا مش كيقولوا لي شنو ماشي ديروا في الدريه هكا شنو ما كون كان غير شي دريه هي ما كون كان غير هادي ما كانش غير هادي يبقاو صافي واحد النهار هما يخرجوني طلعت للشاملة قريت الشاملة ومزيش فيها نطلع للتاسعة مكدبش لك المدرسة الوحيدة اللي كنت كنلقى فيها راسي كنمشي كنقرا كنلقى الأساسي بزريفين معايا عشان مش نخرج نخرج منها ملي كنجي للدار بحال كنجي لشي بي بحال كنجي لشي شي صندوق كنت خشيه فيا الدار ما يعني كنلقى كنجي غير المشاكل ديال الدار كنبقى غير راسي مع البنات مع الضحاك النساء المهم صافي خويا جيت صافي قالوا لي شوف قول لي ما تكونيش قرايتك غير قلت المهم ما درتش ما دويتش حيت ما نقدرش ندوي اصلا انا ما نقدرش نهضر نقول لك هكا انا ما نقدرش نهضر قدام عمامي حيت عمامي واعر من صحاب ولا شنخاف منه بزاف كنخاف منه بزاف كيبداو يهضرو شنكوت انا كيش ماشي صحيب صحيب بزاف نهضر قدامهم انا صحيب عليا ما نقدرش نواجههم ولا نهضر معاهم صافي ولاو تيقولو لخويا صار مني تيقولو ليه إلا شفتي هداك تعاونها غادي تقولها ليا إلا شفتي هداك تعاونها غادي تقولها ليا صافي ولاو محرم فيا تصور أنا غير واحد يعني ماسيرة ولا حاجة غادي مكنعرفش مريم مريم الصوت ديالك عافاك الصوت ديالك مبقاش واضح خويا قلتلك مثلا عرف مثلا نركب لا من هنا نمشي من هنا هي اللي كنبقى في الدار ما كنعرفش بزاف البلايص ما كنعرفهمش تنجي نقول ليهم هادي ولا هادي تقول لي انت ما مديانيش ونجي هادي بحال ما كلشي هادي ونجي هادي دابا كتسمعني اخويا راه كنسمعك اختي صافي خرجوني من المدرسة بقيت جالسة في الدار
كيخرج بالداروج باش يدخل بالداروج كيخرج بالداروج باش يدخل بالداروج باش يسخرونيش ولا بلايش مسخرش نتصور خويا رشيد واحد النهار كنمزح في السرجن كنمزح في يدي زعمي قليا شيا ما بكش تشي نجيبك شي حاجة أخرى نجي حادي الليل نجي حادي هادي نجي حادي هادي ما جاني كنشحن البيض ما جاني الباب ديال برا كنفيق ما كنشحن الباب باش نشد الدنيا تيقول لي كيجي كيضربني يقول لي نجي علاش حل الباب نجي علاش تحل لي البيت نجي علاش هادي نجي علاش هادي صافي خرج صافي بقيت جالسة بالدار شي خرج بالدار شي دخل بالدار وجبت ما نخرجش من نلبس شي حاجة كيجي تيقول لي هاد الباس هادا كيهبط لي حتى رجلي و تيقول لي سري بسلي سري بسلي هادي ديري شي لعبة ديري الدار البنت الخايبة هي اللي كتلبس القصير والبنت الخايبة هي اللي كتحرج شعرها والبنت الخايبة هي اللي كتخرج والبنت الخايبة هي اللي كدير الحاجات والبنت الخايبة هي اللي هادي والبنت الخايبة هي هادي صافي بقاو كيقولو ليا حقي كنجي كنبقى نبكي بقى نبكي صافي ندير كلمة بدا وصرمتك صرمتها تعرفت على واحد البنت صافي تعرفت على واحد البنت مبقيتش كنهضر معاه مبقيتش كنبقي عرفت حاجة تيجي عرفت عليا أنا مبقيتش كنهضر معاه يعني حنا غادي من طريق الهضرة أنا ملقيتش لي فهمي مبدلتش شوية صافي واحد النهار بقاو شي بقا قال لي صافي تعرفت على داك البنت بلي ناقي بلي خصك تضطري تخرجي معايا نخرجو ندورو شوية كان فرمدان كان مثلا فرمدان فهاد رمضان لي فات صافي خصني ضروري نخرج أوالات أنا مبقا نقول مع راسي أوالات أنا منخرجش ضروري خصني ضروري خصني نجي أنا نشوف ديالي تنمشيش نقول ليهم أنا غدا نصلي مثلا كنقول ليهم أنا غدا نصلي تنمشيش نلبس حوايجي من تحت ندير شي لعبة الفوق نمشي نخلي اللعب جاي صاحبتي غنخرج أنا اضطريت ديريها كنت مكنخليني تنخرج صافي كنمشي كنخرج تنبقى مثلا بعدا عطل كان ليك قبل لي فكرتي كنقول لي ماشي معاك كلشي يمكن لك توضح الصوت ديالك مريم عافاك الله يجازيك بالخير هذه ثاني مره كنقولها لك لانه كتكوني غادي كتعاودي لنا كنسمعوا كيولي كتولي الجوده ديال الصوت ديالك غادي وكتهبط كتولي كتهضري بشويه وباقي كنسمعوا والو سمعتي ما سمعتيش باش نكمل اوكي تفضل صافي قلت لك مثلا كنقول قلت لك تمشيني باش قلت لك تعرفت على واحد البنت سمعتك كل انت كتقولي لداركم بغيت نخرج نمشي نصلي وهذا باش تلاقي بهذاك السيد هذا السيد هذا السيد فاش تعرفتي عليه شحال كان في عمرك مريم قلت لك لا قلت لك هذا السيد فاش تعرفتي عليه شحال كان في عمرك كان يلاه تعرفت عليه فهاد رمضان اللي 10 عام واقيلا اوكي داكو فهاد رمضان اللي صافي كيقول لي شوفي انا ضروري خصني ضروري تخرجي معايا ضروري هادي صافي كنمشي كنمشي مثلا كنمشي نصلي ندير كنصلي كنمشي نخرج معاه تنبقاو شوية مثلا كنجي للدار تيقول لي شحال طلتي ولا هادا تنقول ليهم تنطفي تيليفوني تنقول ليهم حتى حتى الجامع ولا هادا صافي تنبقى خارجة معاه تنخرج معاه تنجي للدار تنجي للدار تيقولوا لي فين كنتي كنت في هادي وهادي صافي يوم على يوم يوم على يوم واحد النهار شافني خويا مشينا للبحر شافني خويا شافني واقفه معاه قالي جا عند عمي قالي مريم ولاش كتركب في الطونوبيلات مريم ولاش كدير مريم هادي وحضرتك المفتاح وراه هادي وراه هادي صافي بحال كنت ديما كنفطرو جا عندي عمي قالي يا قري داك التليفون انا التليفون عندي فيه النوامة عندي فيه تصاور الولد أنا وياه عندي فيه بزاف الحوايج صافي تصمت قلت صافي يعني أنا غنمشي فيها إلا شفت شي كامل غنمشي فيها شدي التليفون بديك الزربة قلت ليه واخا شدي شو الحجم الشرم قلت اللهم يتلاح ونقول ليه أنا معرفتش فين نمشى ولي شوف هاد الشي غيقشني صافي الحجم الشرم اللي في يوم وقت ندير راسي راه تنقلب على الواد ولا قلت ليه انا ما عرفتش فين مشى هذا باش يضربني قال لي انا نمشي درت شي هادي ونمشي هادي وهادي ونمشي ولي شي كديري هادي وقلت لك كتمشي كتجيب لي امك قلت لك هادي قلت لك قال لي نشوفو ما تبقى قال لي مرش باش نشوفي ما تبقاش تخرج ما تبقاش تخرج صافي قتلني بالحظ شكون هذا هذا الوالد ديالك هذا؟ العم انا بابا عمك زيد
عندي انا بابا بالعكس ما كيضربنيش. صافي خويا صافي خليت التليفون بقيت كاين بقيت في الدار بقيت في الدار واحد النهار وانا نلبس حوايجي وانا نخرج يلا يلا وصلت الباب كان برا وانا رجعت صافي رجعت جا بابا الغد لي قالوا لي يضربني جعني الاخر الغد لي قالوا لي يضربني رجلي جاتي مخش فيا رجلي شنو درت صافي حديت لي شنو الشارج ما كنتش عم طلع شنو الشارج جارني خويا وكنت هاد الحمد الشارج جارني خويا وخا ما جارني صافي قلت لهم صافي انايا صافي خليني نموت ما عندي لاش غنبقى عايشة نتوما كلشي حرمتوني منو خليني نموت صافي خويا جارني حشقني ابدا زين كنت قاوع وجاني جا بابا ضربني جي عمي شي ضربني صافي زي حويجي خش صافي خرج عيط لهاد البنت قديش وانا خرجت من الدار وهادي وهادي وانا ما عنديش فين نمشي وماما ساكنة غير حدا انا ولكن ما راجل حدا ما يبغينيش حتى لا شي جوا عنده واحد الطبع في شكل صافي خرجت مشيت عند البنت بقيت وما عندهم حدا بحال عروبية وما عندهم فيرماش بقينا بقيت كنجلس مع صحتي نسير ما مهجورة ما فيها لا دولة والو كنت نجلس نتعشى ما ولكن معمر وقعدان يا خويا راهي ما نكذبش عليك عرفت وشيت هو يكون يقدر يكون خايف على راسه ويقدر يكون عادي ولكن معمر وقعدان نعم فيك يقول لي صحابي بقينا هكاك دارنا مشى بابا قال البش تحيد عليه المسؤولية نمشي نديكلاري بأنني أنا لو وقعت فيه شي حاجة هو ما فوقوش بأنه لو وقعت فيه أي شي حاجة أنا اللي خرجت بالإرادة ديالي صحابي مشى ديكلارا بأنني راني خرجت من الدار مشيت بقيت أنا مع داك الولد بقيت شحال واحد النهار قالوا لي ولدك راه معاه واحد البنت وهادي وراه غادي تخرج عليا وراه غادي يمشي للحبس وراه غادي هادي وغادي هادي شوفي شنو ديري لولدك صافي جات عندي قالت ليا واحد النهار ولدها مشي يخدم مع الربعة ديال الصباح تمشي يخدم مع الربعة ديال الصباح وتيجي تمشي تنساش الجوج ديال العشية صافي قال لي واحد النهار صافي مشي وقال لي راك تغد بحدها نتغد بحدها في الدار جو غادي عندي قالت لي السلام قالت لي شوفي يا بنتي قالت تفرقي على ولدي بعدين على ولدي واش خرج عليه وديري لي هادي مش هادي صافي وبقات هادي وبقات تتعير فيا وقالت لي مش هادي صافي وخرجاني من ديك الدار صافي خرجت منها وما كان عندي التليفون لا والو صافي مشيت بقيت كاعب مشيت رجعت من انا كاينة مشيت عند ماما قلت لها ماما هاك عاونيني ورجع واحد ما بقى ليا وهادي عافاك ماما عاونيني قالت لي صافي مشي مشكلة هادي هضرت مع راجل قالت لي انا راه خليت بنتي هي كانت صغيره وما نقدرش نخليها دابا خليتها كانت صغيره ودابا ما نخليش عليها راه محتاجه انا صافي ماشي مشكل راجل هامبلي كيشرب صافي دوزت معاه سيمانه مزيانه ايوا دوزت معاه سيمانه كامله مزيانه واحد شويه ولا كيجي كيعاير صافي كيعايرني كيجي هادي باش مابقاش معايا مريم الصوت ديالك عافاك والتليفون ديالك الله يجازك بالخير تفضل اختي يبا ودوز ديك الساعة دوزت معاها مزيان دوزت معاها صافي واللي كيقول لها شوفي خاصك ضروري تخرجي خاص بنتك ضروري تخرج عليا خاصها ما تبقاش هنايا معايا خاصها هادي يعني ماما ولات كتخاف مني عليا فهمتي يعني ليش خاصة مني تقول لك مريم بقات كتلعب في تليفونها حتى قطعت وهي علاش كنت كنهضر قبيله نعاودو نعطوها فرصه بطبيعه الحال ترجع معنا 5 دقائق لا اكثر باش نعاودو نتكلموا معها في هذا الشيء كامل
مريم اللي واقع عليها دايره من الحبه قبه، دايره من الحبه قبه، والوالد ديالها ما واخدش مسؤوليته كاملها، لانه كيف ما بغى يكون حالي وكيف ما بغى ما عرف شنو يوقع. بالسلام، ما عندهمش الحق يدخلوا ليا في بنتي، وما عندهمش الحق يتكلموا ليا مع بنتي. انا اللي كنربي بنتي، ماشي العمام. العمام يقدروا يعاونوا او لا يقدروا. راه ولينا غادي بواحد الطريقه ديال انسان ما بقاش باغي يكون مسؤول، وكيخلي الناس دير ما بغات. وكنقولوا الله راه يمكن ليهم يمكن ليهم هما يربيوهم. لا، وانت يا فين كشريف؟ راه بات ماشي بالسميه، بات ماشي بالفلوس، بات ماشي بالماكله، ماشي بالغطاء، ماشي بالحوايج. بات راه بالحنان ديالك وبالمثال ديالك وبالتربيه ديالك وبالمبادئ ديالك وبالاعراف ديالك وبالقيم ديالك. راه ما يمكنناش نجيو لا وصافي راه خوتي غادي يربيو لي بنتي. شنو غادي يربيو لك في بنتك؟ هادي راه ماشي تربيه، هادي اللي استمعنا لها اللحظه، هادي راه ما هادي راه ما تربيه ما والو. مريم كيقول لي ابراهيم انه والو مخلي ليها عطيت حل الخطوط مشغول غير مشغوله، ولكن ما كيشدش ليها. وحنايا جربنا مره انا نشدوها، ما التليفون ديالها طافي جوبونس ديشارجا ولا شي حاجه بحال هكا. نتمنى انها تكمل معنا عبر الميديا وتستمع للراديو، ونبغيو تدخلاتكم كذلك. كيفاش انه واخا انا طلقت المراه، لانه كاينه خيانه زوجيه، ولكن كيفاش هذه المساله هذه ديال البنت كتشبه لامها؟ انا شرحوا لي هذه اللعبه هذه، انا ما تفهمتش لي الصراحه حياتي. هادي انا ما تفهمتش ليا، وما ما عارفش الناس كيفاش انهم كيتعاملوا بهذه الطريقه هذه. لا راه الولد غادي يشبه لباه، والبنت راه غادي تشبه لما. شنو الخيانه الزوجيه ولات عندنا وراثيه؟ الله اعلم. كاينه في الجينات ديالنا، كاينه في الناس. ما عارفش انا هذه الطريقه ديال التفكير كيفاش ان بنادم كيفكر بهذه الطريقه هذه. ما عارفش كيفاش كيديروا ليها. وما يمكنش اننا نخليو بنادم يتعامل معنا بهذا الاسلوب هذا. ما لا راه تشبه لامها، والولد راه يشبه لباه. راه شحال من ولد باه راه كان كيضرب امه، راه كيسلخها، وراه منين كبر راه ما عمره ما حط يدي على امراه. وشحال من امراه الله اعلم كانت حتى هي كتسلخ الراجل وهذا، ولكن راه البنت حتى هي راه متقي الله في راجلها. هذا الشيء ديال لا البنت كتشبه لامها والولد، راه هذا الشيء علاش كنتكلموا دائما عايشين وسط شي حوايج، شي امثال وشي تقاليد بعض المرات اللي مشى اكل عليها ماشي الزمان، مشات كاملها وما بقاتش نافعه في هذا الوقت. الناس كانوا كيقولوا شحال هذه هذا الكلام هذا باش كيكبروا بالبنت. يقول البنت راه كتشبه امها، ملي كنبغي نكبر بشي بنت لما كتكون متخلقه وكنقول لا وراه بنتها بحالها تبارك الله وكتشبه امها وتا هي حادقه وتا هي كدير. لا حنا دابا ولينا كنشبهوا بعضياتنا في اسوأ الاشياء. الجهل وبنادم تابع الخرافات وتابع التشعويد وتابع شي خواض اللي والله ما عرفت انا منين كيجي هذا العجب هذا، والله ما عرفت. عارفش انا منين كيجي هاد العجب هذا. الناس كتقاتل على بعضها، كتحترم بعضها. بالعكس، هذاك الراجل طلق المرأة، أيه مرحبا، ما قلنا شيء، ولكن ماشي حيت المرأة كانت كتخون راجلها يعني راه حتى ولادها حتى هما راه غادي يخونوا، حتى بناتها ما عرف شنو غادي يديروا. ولا شنو التخلف هذا في التفكير؟ شنو هذا؟ وكاينين شي ناس راه ماشي متخلفين في التفكير ديالهم، راهم متخلفين من اي حاجه. بنادم كيولينا كنقول احنا بالدرجه ديالنا طلقها وكيهضر، واللي جاي يهضر واللي جاي يقول يا اخويا كيفاش. سمح لي، شنو هذا الكلام هذا؟
وانت بغات اللي كتسمع اللي 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 كتسمع اللي كتسمع انك انها عايشه هادشي كامل وعلاش علاش علاش اخويا ما نتكلفش انا ببنتي ونهضر انا مع بنتي ونتكلم انا مع بنتي وربي انا بنتي ونشوف شي واحد كيعنف بنتي ولا كيعنف ولدي ندور فيه واخا ما عاد كيف ما بغى يكون النوع ديالو اقرب الاقربين ما عندوش الحق ما تعنفش ليا في ولدي ما تعنفش ليا في بنتي اسمح لي يا سيدي بغيت تعاوني في التربيه هي نلقاها كتكلم معاهم في حوايج زوينه كتوري الحاجه الزينه والحاجه الخايبه وكتوري عليها بواحد الطريقه اللي حتى هي يمكن هذيك السيده هذيك البنيه تطلع مزال صغيره ولا ذاك الوليد مازال صغير يفهمهم ماشي كنعلموا بعضياتنا بالمعيور والسبان والتقداح وما نعرف شنو وفي الاخر كيجيو هادي كتقتلني يعني كيقول لك لا راه حيت عايشين في العروبيه اقول لكم واحد المساله انا شفت ناس في العروبيه وشفت العروبيه ديال بصح وشفت الناس كيفاش عايشين فيها والناس كيفاش متخلقين والناس كيفاش كيهضروا كاينين شي وحدين الله يسمح لنا من الجهل ديالهم ولكن الاغلبيه لانه فين ما مشيت بطبيعه الحال كتلقى الزين وكتلقى الخايب على المدينه تبارك الله راه متفرينو اجي تفرجي في مدينه الدار البيضاء ونوريك شي حوايج والله ما تفهمي شي حاجه لا ما عمرني نستهزئ بالمحيط ديالي ولا لا راه حنايا حيت في العروبيه راه ما يمكن ليناش لا اسمح لي لا كاين اليوم قرى مغربيه الحمد لله اللي ماشي ناضت براسها وفات راس براسها اللي راه انت ومع من عايش راه بنادم اللي عايش معاك كيفاش عايش معاك راه ماشي حيت هذا من القريه ولا هذا من المدينه ولا هذا ما عرفت منين جاي ولا هذا من المريخ ولا راه اسمح لي حاجه وحده اللي كتفرق بيناتنا وهي التقوى هذا راه كلام ربي راه ماشي كلامي انا والعلم ونخرج من الجهل ونشوف شنو هي الحوايج اللي تنفعني ماشي الحوايج اللي تكرفس عليا وتكرفس على عائلتي وتكرفس على مجتمع كامل بنت عندها 17 عام لا وطلقات هي كانت عندها 4 سنين ومن 4 سنين حنا كنعطيو ديك البنت راه تشبه امها راه تخرج كدير راه تخرج كتفعل وهي بقيتوا تدفعوا 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 فيها هي تخرجت لكم من عند واحد السيد اللي نتوما ما كتعرفوش اصلا كاع وخوات لكم كاع الدار وفي الاخر عاد نجيو نبداو نبكيو اهلا فينا يا بنتنا فينا يا تخربيق ديال بنادم يا اما نحافظ عليك ما بغيت كنشوف راسي ما قادش نحافظ عليك نعطيك اتساع عندك ابتسامة عندك حرية ديالك سير اخو سير لا انا ما قادش عليك سير اختي تربي فين ما بغيتي وعيشي كيف ما بغيتي ولو انه بزز منه انه بطبيعة الحال يتكلف بنته ويشوف بنته شنو خاصها والاولوية عنده ما وليداته راه اي واحد فينا الاولوية اللي عنده هي ولاده اما بقاوش كنخربقوا على روسنا بهاد الطرق هادي راه ماشي حيت طلقت المرأة راه غنطلق الولاد اولا حيت المرأة فاز دار الولاد تا هما فازين اولا حيت الاب فاز دار الولاد تا هما فازين راه كاين كاع الله علم المرأة والراجل بجوج وفازين وكيطلعوا الولاد تبارك الله عليهم نوارات ما بقاوش هيك كنخربقوا لا راه حق راه يشبه ليه لا راه ما يشبه شي وراثي ماشي وراثي اللي كنورثوا من بعضياتنا واللي خصنا نورثوه من بعضياتنا هي الافعال الزينه ما راه شحال من واحد كيشوف با كيدير شي حوايج خايبه وما يبغيش يديرهم راه شحال من واحد كيمشي عند با كيقول علاش كتكمي ولا علاش كتشرب ولا علاش ما كتدخلش بكري ولا علاش وما كيكونش عاجبو الحال ماشي البات اللي ما كيكونش عاجبو الحال الولاد الولاد ما كيكونش عاجبهم حال البات شي ما فيه لا وراثي ولا هم يحزنوا لا راه كتشبه ما عيش نهار سمع اخبار يا هادي يلا نمشيو معكم مستمعينا نسمع معكم الوائل الكفوري بحبك انا كثير كنتسناو تدخلاتكم دائما عبر 0522 77 24 24 دائما على برنامجكم معك رشيد ودائما على اصوات سمعنا معكم اللحظه الوائل الكفوري هذه 11:03 ديال الدقائق انتم دائما بالاستماع للراديو اصوات دخلنا معكم في الساعه الثالثه يعني الثلث الاخير من البرنامج وكنتكلموا معكم بطبيعه الحال في حالات اجتماعيه اللي كنحاولوا اننا نتطرقوا لها ونتعرفوا عليها عن قرب ونعرفوا شنو اللي واقع وسط مجتمعنا الحاله ديال عده مستمعات ما كتكونش هي الحاله ديالهم هما بوحدهم كتكون حاله ديال بزاف ديال الناس الحاله ديال مريم ماشي حاله زعما معزوله ولا انفراديه ولا بوحدها ولا لا حالة اللي كيعيشوها بزاف ديال البنات وسط المجتمع ديالنا لانه علاش كنكون فاقد هذاك الحب وكنكون فاقد هذاك الاحترام وكنكون فاقد هذاك الاهتمام وكنكون فاقد بزاف ديال الحوايج
احترمني وكيهتم بيا وهزني فوق كفوف الراحه كيف ما كنقولوا، كنسلم ليه نفسي وكنولي كنقول لهذا الشخص هذا انا هو اللي بغيتو يطلع فيا، وهذا الشخص انا هو اللي بغيت نتزوج به، وهذا الشخص لقيت فيه شي حوايج ما لقيتهمش في دارنا، وهذا الشخص وهذا الشيء ما خصناش يكون. خصنا نرعاو ولادنا ونتهلاو فيهم ونتكلفوا بهم من الاول حتى الاخر، ونعلموهم قيم ونعلموهم بزاف ديال الحوايج. رحنا مكرسين على روسنا، مكرسين على وليداتنا، مكرسين على المجتمع بطريقة غير مباشرة أو لا مباشرة، رحنا كنتكرسوا على المجتمع بأكماله. الشيء اللي كنديروا راه ما كنديروش شي حاجة أخرى، زعما نكونوا واضحين مع بعضنا. تدخلاتكم عبر 0522 77 24 24، نمشيو لمدينة مراكش. تدخلوا معنا سهام. سهام معك رشيد، مساء النور. رشيد. أهلا أختي سهام، لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله، بارك الله فيك، مرحبا بك معنا على أصوات سهام. سهام نقطع على الخط ديالها، نمشيو معكم لطنطا، ونستقبلوا معنا حنان. حنان معك رشيد، مساء النور. أهلا وسهلا حنان، لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيك، تفضلي حنان كنسمعك. خويا بغيت ندير تدخل في هذيك البنت مريم. انا كنقول ليها دارت غلط كبير. لانها هزت حوايج خرجت من الدار. وثانيا انا مشات عاوتاني دخلت مع ذاك الولد بوحدو. وما كانش لها تخرج من الدار، واخا الوالدين ومرا الوالدين فيهم فيهم. وكان بغا غير المصلحه ديالها. اصلا راه تعاود لكم بروبليم ديالي انا مع العلاقه. بطبيعه الحال عاقل عليك يا هنا. عاد شنو باش نصحيها؟ شنو يمكن لها؟ شنو يمكن لها ديرها؟ رجع لدارهم وراه ما يستحقش من دارهم، وراه ما كدير مع هذوك التعامل والتصرف غير خايفين عليها. وصافي، وهي باقي صغيره تخرج على راسها. وصافي، وملي كانت كتخرج معاها هكا ملي كتقول مشا نصلي وهذا، تمشي تقول لهم تقول لي اجي لدارنا تقدم ليا. وهي هذا بالمعقول بكل شيء، وش كتخرج معاها هكا؟ ماشي وش كتخرج معاهم بالكذوب وداك الشيء. ولا شي نهار مشات وخرجت لقاها وضرب هو وصقوا شي مشاكل وهذا. وصافي خويا، شكرا لك بزاف حنان على التدخل ديالكم مدينة طنطان، ونتمنى ان مريم تكون كتسمع لك. تحياتي لك، تبارك الله عليك. مدينة مراكش مرة اخرى، نستقبل معنا فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء معك رشيد، مساء النور. الحمد لله اختي، وانتي بخير؟ بارك الله فيك، وانتي كلشي بخير؟ السلام عليكم. الحمد لله، انا كنعتبرك عمر اللي انت ديال المغرب، راك عرفتي ديال مثلا كنعتبرك ديال المغرب. لا اختك، لا اختك، والله كنت انا دابا ماشي بلا مجامله، انا كنعتبرك عمر اللي انت ديال المغرب. انا كنعتبرك، بارك الله فيك اختي لاله اختك، انا كتقدم لها كتعمل مشاكلهم كتصبر معاهم. انا هاد السيده اللي كنصحى انها ترجع لدارهم، انا كنصحى ترجع لدارهم، ما عرفتش تلقى شي صبر احسن عليها من غير دارهم. هادشي علاش ما تجي على هنا ولا هنا ولا هنا؟ كل شي حد ما يعرفش عليها راه دارهم، هما غير غادي تلقى هذيك الحاله. حنا كيهزوها هما ليها ولا لا خويا رشيد؟ كاينه الحاله يا خويا كيهزوها دارهم. شي اي لعبه غادي تخرج تمشي غادي دير شي مشكل ولا دارهم هو اللي غادي تلقى مع الخط، غادي تلقى دارهم. لا، ومن الاحسن انها ترجع من دابا لدارهم. هادشي انا باش كنصحى. ولا اختك اخويا رشيد، وزعما وحشت الله تسامرا. انا راني مش عارف سعيد، وانا كنحاول نتصل بك، كنحاول نعرف مشكل في اللي تدمرت. انا شو نقول لك؟ ما شاء الله. الله يصوب الجميع اختي، الله يصوب الجميع، الله يصوب الجميع. انا عائله تدمرت في مده ديال 9 شهور. مش عارف سعيد دابا عائلتي قريبة، وتنقول الحمد لله. عائلتي انا قريبة تدمرت، تنقول لك مش عارف سعيد ما حلف لي في الحب ولا ما عرفتش. المهم انا سيدتي باش كنصحى. كنت نعاود لك مشكل يساعد عليا سيدي، تدخل دابا اللي كتقبل شي مشكل. هادشي اللي كنصحى انا سيدي دابا. باش كتنصحيها فاطمة الزهراء؟ كنصحى ترجع لدارهم. انا كنصحى ترجع لدارهم، هذا راه ما غاديش تلقى قدك شي صبر احسن عليها من دارهم. واخا تمشي فين ما بغات، دارهم هما الاولين ليها، هما الاخرين ليها. كنشكرك بزاف على التدخل ديالك، وكنشكرك كذلك على حسن الانصات الدائم ديالك الراديو اصوات، وكنحييك وشكرا لك بزاف على التحيه ديالك مريم. فاطمة الزهراء عمر اللي انت ديال المغرب. لا اختك اختي، لا اختك، بارك الله فيك. ممكن من الاخرى نتصل نشكي لك مشكل. بطبيعه الحال فاطمة الزهراء، وقت ما بغيتي دار دارك، وقت ما بغيتي تصل بينا ونستمعوا لك اختي، تبارك الله عليك، تحياتي لك. نمشيو معكم الجديده هذه النوبه، نستقبلوا معنا ياسين. ياسين معك رشيد، مساء النور.
ياسين كيف حالك خويا؟ بخير الحمد لله حبيبي. وانت؟ لاباس عليك. الله بارك حتك. الله فيك. لاله اختك. خويا عندي واحد التدخل من هذيك البنت اللي من اسف زينب. تفضل خويا. انا كنصحها ما ترجعش للراجل ديالها. علاش؟ لان خويا هو اصلا دا على قبل باش تنازل لي على الدعوه ديالها. داكشي علاش بغاها ترجع. لان خويا انا عندي اختي مطلقه. يعني هو ردها المره الاولى وردها المره الثانيه وردها المره الثالثه ولكن ما عمره يتبدل اخي. ولكن بلاتي إذا كان مواعدها انه يتبدل ومواعدها انه يسني معها التزام، علاش ما نعاودوش نجربوا هذا السيد هذا الاخر مره نشوفوا واش هاد الهضره هذه واش هضراني تا ولا؟ خويا انا راه قلت لك ما خلاش جماعة يعني تقريبا الحومه ديالو كامله وجابها وقدامهم تعاد انه ما عمرو يهضر معها وما عمرو يتناقش معها وكل شيء، ولكن مع ذلك كيكرر نفس المشكل كيكرر. يعني هو كيكمي وداك الشيء يعني نفس المشكل. على اقل حاجه كيتقطع عليها هي على قبل هي، وهي عندها ولد وانا الصغير. انا صغر منها نفس عندهم الدار، ولكن قادر اخويا نخدم وكل شيء وعلى قبل هي وولدها الحمد لله. حيث من ناحيه داك الدري خوها الصغير يعني راه اختو كبر منه على الا بالاحترام. لو كان هو راجل ما غاديش يخليها ترجع عنده، غادي يقوم بها. ومن ناحيه اخويا ديك البنت اللي هربت من دارهم، شكون هذه ياسين؟ البنت اللي هضرات دابا مريم. مريم تفضل. هذيك من الاحسن اللي اخويا ترجع لدارهم، حيت ما غتلقاش محسن من دارهم. احتاج الانسان اللي هربات ومشات لعندو وكون كان باغا يعني ما هو ما غيقبلش على نفسه انها تهرب وتجي لعندو، غيجي لدارهم ويخطبها ويحيدها من ديك المشاكل كامله. هادشي اللي كاين اخويا وكنشكرك بزاف. تحياتي ليك ابا ياسين، وكنشكرك وكنحيي جميع الناس اللي في جديده بطبيعه الحال ومستمعاتنا ومستمعينا في مدينه جديده. تبارك الله عليك. انا اخويا خليتك على خير حبيبي. سلامة. سمعنا اذا عدة اراء، كلهم بطبيعة الحال كيلوموا على مريم انها خرجت من دارهم. انا ما غاديش نلومك وما غادي نلوم حد، ولكن الهضرة اللي قالوا مستمعينا انا متفق معهم فيها. ما نزيدش نطيح راسي في حوايج اللي يزيدوا يبرزطوا لي العلاقة ديالي مع والديا، يخسروا لي العلاقة ديالي مع الوالد ديالي وحتى مع الوالدة ديالي. ولو أن الوالدة ديالك تبغي تعاونك أو لا، تقول لك واخا بنتي وحنا غادي نشوفوا شنو هو الحل. كاين حل واحد، ندخل في علاقة مع واحد السيد، ندخل معاه في علاقة شرعية، مابقاوش كنتفلوا على روسنا. ندخل معاه في علاقة شرعية، إما باش نبقى مرونة راسي في حوايج اللي ما عندي ما نديرهم وما عندي ما ندير بهم وندخل راسي في زحامات لا ما عندكش علاش ديري في راسك هادشي كامل. بالعكس نشوف راسي شنو اللي ينفعني، شنو هما الحوايج اللي يمكن ليا نقبلهم على راسي ونقبلهم على ولو عائلتك راهما ما مقادينش معاك او لا، ولكن ماشي من حقك انك تخرج من داركم. انا كنقولها لك، وحتى الا بغيت نخرج من دارنا نخرج بموافقه ديال الوالديه. اش كاين واش كاين واش كاين، انا ما بقيتش كديت على هادشي، ونهضروا ونتكلموا. اما داك الهروب ونزيد في حال علاش علاش ازيد تدخلي راسك في مشاكل اللي انت ما عندك ما دير بهم، مشاكل اللي انت ما عندك ما دير بهم وفي غنى عنهم. دونك نبقى وفي الاخلاق ديالي ونبقى وعندي مشكل مع خوالي مع عمامي مع قومي مع كيف ما بغى يكون نوع هذا البنادم اللي عندي معاه مشكل، نحط انا وياه نقاط فوق الحروف ونتكلموا فيها ونهضر مع مع والديا ونهضر. ما يمكن ليش نبقى غادي يربط الطريقه هذه حتى لين غير بشويه علينا حتى نوصلوا عافاكم. غير بشويه علينا، لا زربه على صلاح، لا زربه على صلاح. اوكي راني معاك اليوم شاب مامي
مزيان هذا مزيان هذه الاغنيه اللي نسمعوا لها ونتمتعوا بها برفقتكم دائما بطبيعه الحال المستمعين انتم اللي كتسمعوا لنا وبطريقه مباشره. مامي وراني معاك اليوم كيف ما حنايا معكم طايه الحال كل يوم الاثنين الجمعه على راديو اصوات من خلال برنامجكم معك رشيد من 9 حتى 12 ديال الليل. كنسمعوا لكم كتسمعوا كذلك لتجاربكم في الحياه شنو اللي كتعيشوا مع نفسكم شنو كتعيشوا مع الاخر كذلك هادشي كامل على راديو اصوات وفقط على راديو اصوات دائما عبر نفس الرقم 05 22 77 24 05 22 77 24 24. مرحبا بكم ومرحبا باتصالاتكم تجاربكم شنو اللي كتعيشوا في حياتكم اليوميه شنو اللي كتعيشوا مع بعضكم. هادشي كامل كنستافدوا منه و كناخذوا منه الافكار اللي هي تنفعنا في حياتنا وكناخذوا منه حوايج اللي ما عندنا ما نديروا بها كذلك باش من بعد كنحيدوها علينا ما عندنا ما نديروا بها. وهذه دائما كنتكلموا على هذه المساله هذه نحضيو راسنا شنو اللي كنديروا ونعرفوا راسنا فين كنحطوا رجلينا وفين كنمشيو دونك دونك نكونوا واضحين مع بعضنا دونك يلا شكون المستمع او شكون المستمعه اللي غادي يتصل بنا اللحظه وغادي ناخذوا القصه ديالو ونستمتعوا بها ونفهموا منها وناخذوا منها بزاف ديال الحوايج. مريم منين تكلمت معنا طيب الحال كانت كتكلم بعفوية وكتكلم هادشي متفقين عليه ولكن كاينة العفوية إيه وكاين حوايج اللي ما عندنا ما نديرو بهم. نخرج من دارنا وأنا يلا عندي 17 عام راه قاصر ما يمكن ليكش دير في راسك بحال ما هكا نعرف راسي شنو اللي كندير ونخرج من الدار من عند الوالد عمامي كيتكرصوا عليا والناس ما فاهمينيش واخا ما كاين حتى شي مشكل نمشي عند الوالده ديالي ماشي نخرج من مشكل وندخل راسي في مشكل اخر اللي هو انني هاربه من دارنا والدي كيقلبوا عليا با ما عرفش شنو اللي يقول عمامي حتى هما عاد يلقاو الفرصه باش يزيدوا يعني عطيتهم منين يشدوني فهيا نحضيو روسنا شنو اللي كنديرو الله يرضي عليكم نحضيو روسنا شنو اللي كنديرو ما نصححش خطا بخطا ما نصححش واحد الوضعيه بواحد اللي انا ما حاملاهاش ومكرفصين عليا الناس وما عرف شنو دايرين ليا متفق معك ولكن ما نجيش نصحها باكبر خطا يمكن لي نديرو في حياتي من بعد باش تواجههم يقول لك هادشي هادشي علاش كنا خايفين هادشي علاش كنا كنسدوا عليك هادشي علاش كنا كنقول لك ريحي في الدار. زدتي عطيتيهم في دقيقه واحده عطيتيهم داكشي علاش كانوا كيقلبوا. والوالدين راه كنقولها لكم ديما راه انتم اللي خصكم تكلفوا بولادكم راه ماشي خوتكم ولا خواتاتكم راه انتم اللي خصكم تكلفوا بولادكم وماشي ولادكم اللي غادي يتكلفوا بولادكم. أولاد الكبار ملي كيكونوا في الدار كنعطيهم مسؤوليه على نفوسهم هما كنعطيهش مسؤوليه على ولاد الاخرين. وحتى الا عطيتك مسؤوليه على ولاد الاخرين تعرف كيفاش تتعامل معاهم ما تتعاملش معاهم كيف ما بغيتي ماشي حيت باكم قال لك راه صافي قابلها سير دير فيها ما بغيتي لا فنحضروا راسنا شنو كنديروا. اخر قصه في الحلقه ديال اليوم غادي ناخذوها من مدينه تونات وتقبلوا معنا عزيزه. عزيزه معك رشيد مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام عزيزه لاباس عليك. السلام خويا رشيد كنشكرك بزاف على هذا البرنامج. مرحبا بك اختي شكرا لله. كنفتحوا قلبنا بكل صدق وبكل صراحه شكرا لك. اللي كنتمنى دائما بطبيعه الحال من مستمعاتنا ومستمعينا شحال في عمرك عزيزه؟ 25 سنه. 25 سنه. تفضلي عزيزه كنسمع لك شنو قصتك؟ انا خويا بغيت نعاود لك واحد يعني بحال صدمه جاتني ما نكذبش عليك اخويا رشيد. قول لي شنو وقع؟
تقريبا مع تليفونك عزيز الله يجازيك بالخير. تليفونك ما بقاش كنسمعك مزيان. قلت لك هذه تقريبا من رمضان ديال العام الاول. جات قدم لي واحد السيد يعني صاحب الوالد. صافني قال لي هاد البنت يعني ما تزوجاش، قال له با لا، قال له بغيتها لولدي. صافي جا داك السيد زاور الدار يعني خطبوني يعني حاج وحاجه ويعني حجاج. ما نكذبش عليك حتى انا بغيت. صراحه يعني عجبني الولد فهمنا، اللي قال لنا غادي نمشيو تقريبا ماشي شهر غادي نمشيو لفرنسا، غادي نرجعو غادي نكملو نديرو نكملو المسائل ديالنا. صافي يعني مشى وعيط لي شي جوج مرات هذا الولد اللي كنت غادي نتزوج ليه زعما. يهضر عادي يعني مش كاينه شي حاجه. ومن بعد مقاطع داك الخط بدا النمره ديالو والله الله اعلم شنو وقع له. بقيت انا يا ما نكذبش عليك كيجيو الناس يخطبوني ما كنبغيش نتزوج، الوالد ديالي استقعطاه الكلمه كيقول ربما نعطي بنتي اللي يجي السيد. بقينا في حيره. حطيت في واحد الموقف لانني ما نقدرش ندير شي حاجه يعني، والوالدين ديالي ما نقدرش انا نخسر لهم الخطر ديالهم. بابا كنعيط للاب ديالو، هو فينا جا المغرب، كنعيط له كنقول له عمي واش زعما كاين شي حاجه خصك تصالحني تقول لي شنو كاين. خليني نشهد ما انا نزوجها ما انا نطلق. قال لي كيقول لي شنو كيقول لي، كيقول لي بنتي ما نكذبش عليك انا يا راه ولدي باقي ما جاش هو وماما حتى يجيو وعاد يمكن لنا نهضرو. كي هاد المره كي هاد المره الثانيه يعني ما نكذبش عليك ما حاولت ما عرفتش شنو ندير. كيجيو ناس يتقدموني وما عرفتش شنو ندير، واش نتزوج ولا نبقى ولا نساينو. بحال ما نكذبش عليك بحال تصدمت فيا. هاد السيده دايما كان داير معاك يعني قلت لك من رمضان ديال العام الاول. شحال قال لك ديال الوقت وعاود يعاود يرجع؟ شهر قال لي غادي غير شهر. هادي دابا دازت عام، رمضان هو على الابواب راه ما بقى ليه شيء. وانت مازال كتسني؟ مازال كنتسني. هاد السيد ما هضر معاك، ما اتصل بك، ما صيفط لك والو، سيد غابر. والو يعني غابر يعني ما كاينش شي حاجه اللي جات مني انا ولا جات منه هو. على غفله داك الشيء بحال. ودابا المشكله ما نكذبش عليك كنشوف الوالد ديالي والوالده ديالي كنحشم منهم كنمرق منهم كاع يعني. علاش كتحشمي منهم؟ انا يعني مربيه واحد التربيه يعني ما انا ما كنقدرش نعلي عينيا في والدي يعني جا وخطبو وكيقول لك هاد السيد هذا علاش شنو زعما كاينش شي حاجه وانت ما قايلها لناش بحال ردوا لي انا اللومه فهمتيني. يعني فاش هو مشى بقى كيهضر معايا في التليفون. انت ما فهمتش انا شنو كاين. شوف اختي نتفاهموا واحد المساله، انك تخجلي من والديك او لهذا انت ما درتي حتى شي حاجه، هذه هي الاولانيه. هي متفقه معك اخويا. انت مريحه في داركم بلاتي، انت مريحه في داركم ما بيك ما عليك، جا واحد السيد بغى يخطب، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفاهمتوا قال لك من دابا واحد الشهر غادي نرجعوا ان شاء الله ونتكاتبوا ونديروا مسائلنا. وهذا السيد غبر. انه نقدر نغبر عليك شهر ونقدر كاع نزيد الله علم شهرين ونقدر كاع نقول ثلاث شهور، ولكن عام بزاف. منين كنشوف راسي ان شوف اختي نقول لك واحد المساله، القيمه حنا اللي كنعطيوها لروسنا ما كنتسناوش شي واحد اخر هو اللي يعطيني قيمه. منين انا شفت راسي هاد السيد هذا دار لي هاد الشيء وغبر ووعدني وغبر وما باقي جا، كينوض الاب ديالي لانه هو ولي الامر ديالي، كيمشي عند باه كيقول له شوف اسيدي هاد اللعب هذا ديال الدراري الصغار الله يجازيك بالخير انت صاحبي وعزيز عليا، ولكن هاد اللعب اللي بديت لنا ولدك باش نتخاصموا انا وياك ولا ما نبقاوش انا وياك مزيانين او لا تنوض بيناتنا مشاكل، ما عندي ما ندير به. وانا كنقول لك الله يجازيك بالخير، قول لولدك بالله ديك الخطوبه راه تفسخات صافي فضينا وسالينا، ما غاديش نبقى انا مريحه كنتسنى في واحد السيد عام حتى يجي هو على خاطرو، وكنتسنى في با وبا منين نسولو يقول لي وحتى يجي هو ماما راه مازال هو ماما وعلى هاد ماما هادي ما عندهاش منين تعيط. وهو لا اسمح لي اختي المشكل هما هاد الناس هما اللي داروه، انت ما درتي حتى شي حاجه. انا ما درتش حاجه. باش ما نبقاوش شوف باش ما نبقاوش نقولوا راه لا راه واش انا ولا واش دارنا واش انا الله يعلم شنو درت لدارنا ولا انت ما دايره حتى شي حاجه في هذا الشيء. السيد دار معاك ما جاش صافي الله يعاون اختي. دابا انا يا ما كنكذبش عليك انا قلت هذا حاج يعني حاج وحاج يعني ما كانش يعني الناس كتحج ما كيبقاوش يكذبوا ما كيبقاش تخاوف.
يعني كتكون الصراحه. راه حنا شوف غادي نقول لك واحد المساله، راه حنا كثار من هذه المساله هذه، راه الحج في الايمان وفي الاسلام كيقول لك حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واحد الانسان اللي يمكن يمشي يحج اليوم، ولينا حنايا كنحجوا كنديروا حوايج اللي ما زعما عادي، والاسلام ديالنا متخلين عليه ومتخلين على كتاب الله ومتخلين على الاحاديث ومتخلين على التقاليد ومتخلين على كل شيء. راه شوف اختي، راه ما هذه المساله هذه راه ما فيها لا حاج ولا حاجه. هاد المسألة هادا فيها راجل أعطى الكلمة ديالو، بلاتي أعطى الكلمة ديالو، والراجل هو الكلمة. ما قادش توفي بالكلمة ديالك، خبر الناس، عيط في التليفون، صيفط لهم شي حد، يا ودي راه عندي مشكل، يا ودي راه الله علم عرف شنو وقع ليا، راه ما يمكنليش نجي. ماشي نخلي واحد الإنسانة جيت طلبتي يديها أنا أختي مشهر إن شاء الله شهر وأنا أرجع، ونخليك انت بحال 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 بيت الموقف، ونزيد انا بحالتي وانت ما مزوجه ما مخطوبه ما والو، ونخليك وانت كتقولي لا ونحشم وما نديرش معاه بحال ما هكا. علاش ما نديرش معاه بحال ما هكا؟ هاد المسائل هادو خصك انت تمشي عند الوالد ديالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا هاد الشيء الوالد ما عاجبنيش، وهاد السيد هذا يكون ولد صاحبك، يكون كيف ما بغى يكون نوعه، ما عندوش الكلمه. فاش كنعيط لك نقول له اهلي شنو كاين، عيط لولدك وقول له شنو كاين، ما تخلينيش هكا. تعاطني صارحني قول لي ابنتي صافي انت الله يسهل عليك، الا زاد شي واذا عليا جا شي واحد تقدم لك صافي تزوجي. لا هو ما كيقولش هاد الهضره، كيقول لي لا بنتي وغنى غنى ما يجي هو وماما وغادي نجيو ان شاء الله. كي هاد النهار كيغدا يعني انايا ما نكذبش عليك، انا فاش جلست معايا الولد وجلست الراجل ومراته وجلست كيهضروا الطريقه باش كيهضروا ما نكذبش عليك بحال يغسلوا لي دماغي يعني بالدين، ويعني بواحد الثقه وبواحد كنقول انايا يعني هادشي اللي كنقلب عليه وهاد الراحه وهادشي انا لقيته. صافي بحال ما نكذبش عليك بحال انايا تصدمت، يعني كنشوف داك الناس هكا كيجاوبوا بوجه ولاو تقلبوا في جو في وجه اخر. ما جاتني تشكيل وحق الله العظيم، وما نقدرش نهضر كاع يعني. علاش ما تقدريش تهضري؟ ما كنقدرش نهضر يعني، كنقول حتى لا جا شي واحد يعني هكا يا دابا ربما يجي هكا شي واحد يتقدم لي. وليت خايفه، وليت خايفه ما بقيتش عندي ثقه. علاش اللي خايفه؟ مناش خايفه؟ وليت خايفه عاوتاني نجلس معاه ونهضر معاه يعني، ونبغي داك السيد يعني نبغي نتزوج به، وفي الاخر عاوتاني يمشي ويدير لي نفس المشكل. ولات عندي بحال واحد التخوف. ما عندكش مناش تخافي، فهمتي؟ فكان دابا غير صارح يقول شنو كاين غادي يديني يعني غادي نفرح ونقول داك السيد جات من عند، انما دابا كيدير لي هكا هكا ما خصوش يدير هكا. صارح. لا شوف اختي، قول لي بنتي راه ولدي بزواج ولا ولدي راه وقع له شي حاجه، ما خلينيش هكا. انا غادي نجي رمضان دعم الاول، ورمضان هو جا حشومه كاع. شوف عزيزه، انا عاود نقولها لك ببساطه، واش انت درتي شي حاجه؟ كنت والو، ولكن انت ما دايره والو. داك اوكي. لا واحد تحطيتي في هذا الموقف هذا، علاش اللي غادي تبزي على راسك انك تحطي في موقف بحال ما هكا وانت ما دايره والو؟ شي ما درتي حتى شي حاجه، هادشي ما فيه لا موقف ولا جوج. هادشي فيه واحد السيد انا كنعرفو وكنتعامل وتعاملت معاه مزيان، جا لعندي لدارنا خطبني قال لك من دابا شهر نبان، السيد غبر هادي عام، شنو كنتسنى منه يدير مازال؟ راه الكلمه هي الرجل عزيزه. هادشي مشي عند الوالد ديالو وقول له شوف الله يجازيك بالخير، اليوم خصنا نهضرو في هادشي ونهضرو فيه بكل صراحه. هاد السيد هذا جا ولد صاحبك، مرحبا، ما قلت شيء، واخا صاحبه ولا ولده كيف ما بغى يكون نوع قبلته مرحبا، ولكن باش يبدا يترقل علي انا بحال ما كان مخلي لنا عام انا وهادي وانا كنتسنى، راه اللي كون كانت بريه اللي كون راه وصلات شحال هادي. صح فهمتيني يعني. كنقول هكا يعني كنبغي نحكي هكا مع شي انسان هكا نتقرب ليها ونحكي لها اللي كاين، يعني ما كنبغيش نقول لها هادشي ما نحكي حتى شي واحد، هادشي كيهمني وكيهم عائلتي. نمشي عند الوالد ديالو نهضر، نمشي عند الوالد ديالي ونهضر معاه بصريح العباره، انا هادشي ما بقى عندي ما ندير به. صافي هاد السيد هذا ما بقيش باغي يا سيدي، ياك ما مخطوبين ما كاتبين ما دايرين والو، ما هاد السيد انا صافي اسمح لي ما دايرين حتى شي حاجه، ما نبقاش انا كنتسنى، ما غاديش نبقى كنتسنى واحد الانسان ما عندوش كلمه. طيب
الا قلتي ما عندهاش الكلمه ما عندهاش الكلمه ايوا فضلنا صافي هو يعني الا ما كانش هو عنده انت ما درتي حتى شي حاجه في هذا الشيء ولبات كان عليه يكون صريح اكثر من هكا ماشي لا وراه هو ماما هو ماما هي وانا مالي ما كتدخلش في العقل ما كتدخلش العقل وايه المشكله ما عمري عرفته ولا تعرفت عليه هكا يعني غير با شافني شوف اختي نقول لك واحد المساله هادشي اللي وقع ما عرفتيش الخير فين كاين فهمتي انتي ما عرفاش الخير فين كاين بنادم يشوف راسو شنو اللي هو نافعو وما يبقاش متبع الخوار الخاوي ما يبقاش متبع الخوار الخاوي ما عندي ما ندير بالخوار الخاوي واحد السيد شد معايا الطريق نشد معاه الطريق ما شديتش معايا الطريق ما شدتش معاك انا الطريق وما تجيش تلومني فضينا وسالينا باش نركب انا اللوم على راسي ونبدا نقول لا وانا الله اعلم ودارنا وغادي يقولوا فيا داركم ما عندهم ما يقولوا فيك داركم يقولوا فيك اللي كون جاي لعيب من عندك انت ما انت ما درتي لا بيديك لا برجليك انت مريحه كي الامانه كتسناي واحد السيد يجي ما جا صافي فضينا شنو نبقى كنتسنى كان حتى لعيب حتى يقولها لك سمخوك لا اسمح لي وعدتيني انه شهر ما جيتيش صافي فضينا هادشي نهار كاع في اللي فاش تجي وجي شكون انت حبيبي ولا كيفاش وياك جينا عندكم خويا قلتي لي شهر هادي راه شهر وهادي راه شهر ودقيقه واش انا داير رونديفو مع واحد السيد على قبل الخدمه وما نمشيش وما نعيطش ومازال بغيتيني بوجهي احمر نمشي عنده نقول لها اش تمشي تقول ليه اخويا ما عندك تليفون باش تعيط ما عندك حتى شي حاجه ما تخسرش عليا كاع درهم انا في التليبوتيك سير اللوحه لا بنادم هو الكلمه وفضينا وسالينا عزيزه وهذا الشيء خصك تمشي تقولي للوالد ديالك وتكلمي معاه وتحلي هذه المشكله هذا وما خصكش تبقاي عايشه بحال ما كنت ما درتي لا دن بلا حتى شي حاجه ما عندكش علاش تحاسبي راسك تفهمنا عزيزه باش اللي نطولوا نقصروا باش ما نبقاوش عايشين في حوايج اللي ما عندنا ما نديروا بها نعيشوا شي حوايج اللي هي واخا هي تستاهل واحد السيد ما عرف شنو دار واحد السيد الله اعلم خدمته ما سامحهاليش واحد السيد مره كيعيط وكيقول راه انا جاي سمحي لي راني تعطلت عليك ولكن راه مازال كان راني باغيك وباغي نتزوج بك عافاك نصيفط الوالد ديالي نصيفط الوالده ديالي انا ما والو اس ام اس ما مصيفطوش ليك وكنتسنى شنو كتسني في اختي والو حتى ميصاب صافي واحد السيد هذا منين داير بحال ما هكا هو راه كيقولها لك بطريقه اخرى وبغير مباشره كيقول لك اختي انا راه ما باقيش جاي لانه سبحان الله العظيم بزاف ديال الناس ما كيعرفوش كيفاش يقولوا لبنادم سمح لي ايوا انا يقول لك سمح لي كيقول لك وصافي راه دابا يفهم راه الا ما جيتش انا راه غادي تفهم وانا كنبقى كنتسنى كنبقى نتسنى كنبقى اش بقيت تسنى يا اختي نكون كنترا اللي كون راه وصل دكوغ دونك نكونوا واضحين مع بعضنا كنشكرك بزاف عزيز على الاتصال ديالك انا خويا رشيد كنشكرك بزاف كنحييك ونتمنى انك تكوني صريحه مع الوالدين ديالك وما عندكش اختي مناش تخافي دكوغ انت ما دايره حتى شي حاجه نمشي عند الوالد ديالي ونهضر معاه على الوالد اش كاين اش كاين اش كاين اش كاين وانا متاكد انه غادي يكون متفق معك شكرا اخويا رشيد بزاف وارتحيت الحمد لله من حكيت لك هادشي اللي كاين مرحبا عزيزه مرحبا مرحبا وهذا واجب اختي شكرا لله تبارك الله عليك خليتك على خير السلام عليكم يلا مستمعينا شنو تبغيو تقولوا العزيز حتى انتم 0522 77 24 24 نمشيو نسمعوا معكم لي طيب القلب عبد المجيد عبد الله على امواج راديو اصوات كنسمعوا وكنستمعوا دائما معكم مستمعينا على امواج راديو اصوات استمعنا معكم اللحظه لعبد المجيد عبد الله يا طيب القلب وينك نتمنى انكم تكونوا دائما بخير وعلى خير بعد ما استمعنا بطبيعه الحال تدخلاتكم استمعنا كذلك القصه تدخلاتكم بخصوص مريم وبخصوص المستمع اللي كانت قبل منها كذلك واستمعنا للمستمعة الثالثة بطبيعة الحال اللي تكلمت معنا في مدينة تاونات عزيزة صراحة راحة ما بقاش كندور وكنقلب وكندور وكنقلب واحد الحاجة واضحة راه حنا اللي كنبداو كنطيحوا روسنا في شي حوايج اللي ما عندنا ما نديروا بهم ما عندنا ما نديروا بهم دونك نكونوا غير واضحين مع بعضنا واحد الحاجه اللي هي باينه
بقى كنقلب لا وكيفاش وما نعرف شنو. علاش 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 زعما نحشم اللي حشم في اللي ضروا الشيطان غروا. كنضلو كنقولوا له هذه المثله هذه هي بيناتنا بعدا حنايا، راه شحال من حاجه كنقولوها بيناتنا وما كنطبقوهاش. واخا نديرو حنا العكس، واحد الرجل مشى بغى يخطب واحد البنت وقالوا ليه واخا ان شاء الله من هنايا شهر نصوبوا مسائلنا، مشى هو كيوجد وكيقاد وما عرف شنو، جا دازت شهر نقولوا يا سيدي جا تهربنا عليه، لا بلاتي عافاك واحد الشهر اخر عاود مشى عاود رجع، لا عافاك راه سميتو راه البنت طلع لما مازال ما كملت قرايتها بغيناها تكمل، وكنبداو كنتلاعبوا. هادشي كنقولوا انه راه جا الانسان. تصوروا معايا ان واحد كيقول لك غادي نجي من دابا شهر، هذا راه زواج، هذا راه ماشي اللعب ديال الدراري الصغار. شو كيفاش ولينا كنتلاعبوا باهم اهم مؤسسه عندنا داخل الاسره المغربيه اللي هي الزواج، شو كيولينا كنتلاعبوا بها وكنقولوا مال هذا المجتمع وكنقولوا مال هذا النساء وكنقولوا مال هذا الرجال وكنقولوا علاش العيالات المغربيات ما باقيش بغاو الرجاله مغاربه وعلاش الرجاله المغاربه ما باقيش بغاين عيالات مغربيات وعلى حيت شي ما لقى المعقول في شي صراحه هي هادي، حيت شي كيكذب على شي، الاغلبيه هادشي اللي واقع. قليل الناس اليوم اللي كتعطي كلمتها وعندها كلمه. الخطير في الامر هو ان هذه المساله ولات عندنا حتى في الخدمه تاعي. سيد كيقول لك شوف انا نقرا ونفعل ونعيط لك، سير تسنى بات تما، غدا والله تنعيط لك، غدا ثلاثه نعيط لك. مشيت اش من خدمه بغيتيني نخدم معاك انت اصلا؟ انت الكلمه انك غير تعيط ليا ما عيطيش، عاد بغيتيني نخدم معاك نثق فيك ونخدم معاك، كي بغيتيني نثق فيك ونخدم معاك؟ انت كتقول لي شهر، كي بغيتيني نثق فيك ونديرك زوج ونديرك انت هو؟ راه كل واحد والدور ديالو. واحد النهار تبارك الله راه حامله راه قربت تولد نديها للكلينيك، هاني جاي نمشي نشري ما عرف شنو، هاني جاي ومشى غبر. علاش ولفنا نبداو نكذبوا على بعضنا وننافقوا بعضنا ونضحكوا على بعضنا؟ علاش؟ جي فاس جيت يا سيدي شتي البنت ما عجباتكش مثلا ولا ماشي النوع ديالك ولا كاع تكون زويونه وغزاله ولكن ماشي الانسان اللي كتشوفها انت تكون معاك عطى الله. شحال من واحد كيقول شحال من واحد كتقول لك انا زوينه وما عرفتش علاش، راه ما بقاش في الزين، راه بقات في الهضره. اليوم راه كاينين الناس اللي هما راجل ما تختار غير هو من بين الرجال. طريح غير يحل فمه كتقول لا حول ولا قوه الا بالله، يبقى ساكت. بنات حتى هما نفس الشيء. وعاشرناهم لا في الميدان الاعلامي ولا في حياتنا الخاصه، بنادم كتولي كتقول لي كون غير اسكت. علاش هضرات؟ كونها بقات ساكته. انا كنطيب في قلبي نطيب في قلبي نطيب في قلبي، لا راه ما عرفت مالو، لا حقر الله على ما عنده شي عذر. اللي عنده عذر كيعيط كيصيفط برا كيصيفط حمامه كيصيفط ليا كاع انا برا فيها يا سيدي في حالك اعطيني ابتسامه ما بغيتكش لا لا، فيصيفط ليا معيوره. المهم انا عارف راسي بعداش شكون انت وشنو اللي بغيتي بالضبط. لا انا ما نصيفط لك والو ونخليك هكاك مريحه حتى ترقدي على خاطرك، زعما كنصوب المصير، انا كنصوب داك شنو هاد هادي التفليه هادي كتسمى تفليه وقلت التربيه عدم التربيه كاع الله اعلم. وانت داخل على الزواج يعني واحد الانسان خاصها تثق فيك وخاصك تثق فيها، كيما قلتي انا خويا نثق فيك وانت غابر عليا عام باش نبقى كنتسنى انا. رمضان جاي الله على معاد تجي تا هو الهلال. انا ما يمكنش لا من رمضان اللي فات سيد غبر والهلال راه كيبان كل شهر، وهذاك اللي كيغبر عليك شهر حنا غير بيناتنا صحاب ما كصاحبي بحال الهلال كتبان على شهر الشهر. باش نقولوا الواحد اللي جاي داخل مؤسسة زواج
مؤسسة زواج. وشو دابا شنو غادي يخسر؟ غيخسر العلاقة ديال الصحبة ديال با مع بات الأخرى، ولا هو نيت صديق الأب يعني مشات هذيك الصداقة مشى كل شيء. البات غادي يبقى مريحك، ولا شوف النهار اللي فاش قلت راه نجيب البنتي العريس وسميتو نفرح ببنتي وهذا شنو وقع ليا حيت ثقت فيه صاحبي ولا ولد صاحبي ولا شنو كيجيني بالضبط. راه ماشي راه حيت صاحبي داكشي علاش خصني نقول لك الهضره اللي ما تحملش يقولها لك واحد اخر، لانه منين غادي نقولها لك انا غادي تيقني. منين نقول لك حضي راسك حضي راسك، منين انا عارف هذاك الولد عندي ما مقاد شاي ما مسقمش كي كيقولوا النساء، ما مصوب شاي هذاك السيد، ماشي هو هذاك ما يليقش. صافي نجي بصريح العباره، شوف فلان عفاك وعرفناهم والله الا عرفناهم امثله كيقول لك لا خويا انا صاحبي ما نعطيش ما نعطي ما نعطيه ولدي لبنته وما يعطيني بنتي لولدي. التقار لانه علاش ملي كيدخلوا هذوك جوجهم في علاقه راه كاينو صداع كاينو دباس كاينو بزاف ديال الحوايج كتنهضوا وكيتحل داكشي، راه ماشي ما كيتحلش، ولكن نقدروا ندخلوا فيهم ناس اللي كانوا على هدى من الله 10 ديال ما عرفت شحال من عام وجاو نخسروا لهم حنا ديك العشره ديالهم، لانه هذاك غادي يبغي يجي من جهه بنته وهذاك غادي يبغي يجي من جهه من يجي من جهه ولده. الله يذكر عليها شي ناس في هاد الليله هادي غادي حضرت لها بعينيا. البنت غالطة شدتها امها 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 شدتها صبناتها واحد تصبينة قدام رجلها تصبينة ديال المعقول ونوض يقول لي الرجل اسمحي لي اسمح لي. هادو انا بعدا في نظري واش الله اعلم احسن 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 نساب شفتهم انا بعدا في حياتي. راه ماشي حيت ولدي غلط وحيت هو ولدي ندافع عليه، لا ولدي غلط انا الاولين نقول وي ولدي غلط بنتي غلطه اياه بنتي غلطه. حنا كنبداو في الزواق ديال الهضره وراه مازال صغيره وراه مازال ما عارفاش وراه مازال ما عرفت مالو وراه مازال ما دارش عقلو. هذه كنت قريتها في فيسبوك تضحك يقول لك بغيت نفهم هذا السيد هذا شوف الناس شنو كتقول نزوج ولدي باش يدير عقلو مسطي هو في الاول اصلا كيفاش باش يدير عقلو؟ واحد ما دايرش عقلو بغيتي مره دير له عقلو وبغيتي هو يدير عقلو في الزواج. ونفس الشيء حتى بالنسبه للمراه كي بنادم كيكمل دينه كيكون شعار بعقله ملي كيتقدم يتزوج وما كنزوجك بنتي وفي الاخر نجي نقول لك ها لا وراه ما مربياش وراه واخوي ما مربياش خليها تتربي على خاطرها. الا ما سمعتلكش انت اللي بوها غادي تسمع الرجله ولدي انا ما سمعش الوالدي غادي يسمع لمرتو. راه شحال من واحد غادي تشد بمقلوب منين تشوف ولدك مرضي والديه ودخل سوق راسو دائما زويون مع والديه هذاك ما عمرك تخافي منه. منين تشوف بنت حتى نتايا مع والديها وكتخاف من والديها وما يمكنلهاش تخرج تشوفك لانه كتحترم القرارات ديال والديها هذيك هي على من نعول. ماشي هي البرد اللي جا ديني انا نبقاو تابعين البرد اللي جا ديني ما نديرو حتى شي حاجه فنحاولوا على نفسنا. الله يرحم لكم بها الوالدين. استمعوا العقيله جات على خاطرك ديروا لها ديروا لها العقل واخا طويله ماشي مشكل دوز منها شويه وطايح الحال ونتمتعوا بواحد شويه منها على راديو اصوات من دابا شويه الليله ليتنا وعز الدين من 12 حتى الجوج ديال الصباح كونوا في الموعد. اول اغنيه غادي تسمعوا لها هي اغنيه سعد المجرد والمعلم اللي فات في ظرف 48 ساعه مليون مشاهده عبر اليوتيوب تبارك الله عليك. ونتمنى بصحيح الحال تالق الجميع الفنانه والفنانات المغاربه اللي كيحتارموا الجمهور ديالهم. يلا ديروا لها العقل العقيله على راديو اصوات. خليت لكم الخير والصحه والسلامه ورحت البال. نتلاقاو غدا ان شاء الله مع التسول. السلام عليكم.